السلام عليكم، كيفكم دكاترة؟ أنا زميلتكم إسلام الصبطراوني. اليوم إن شاء الله راح نكمل المحاضرة الثانية من محاضرات الفسيولوجي بميديول الأر إس، اللي هي محاضرة اللانج فوليوم أند لانج كاباسيتيز. هاي المحاضرة يا حلوين هي يمكن تعتبر الكورنر ستون تاع محاضرات الار اس ان جنرال، لانه راح تعتمد عليها محاضرات الباثو، راح تعتمد عليها محاضرات الفارما، وراح يعتمد عليها كمان لابكم اللي راح تاخذوه ان شاء الله الاسبوع الجاي، اللي هو لاب سبايرومتري. فهاي المحاضره صراحه كل ما فهمتها بطريقه احسن، كل ما انت ضمنت اكبر نسبه ممكنه من المعلومات اللي بتخصها في المديول ان جنرال. اوكي، طيب اي هوب المحاضره الماضيه ان شاء الله كانت عليكم سهله وهينه، وان شاء الله محاضره اليوم راح نحاول قدر الامكان بكل الطرق الممكنه ان نسهلها عليكم. بس بدي احكي لكم شغله عن هاي المحاضره. هاي المحاضره بعرف انكم جايين وخايفين منها، بس الاشي اللي بدكم تكونوا عارفين انه هاي المحاضرة اذا فهمنا الكونسبت الاساسي خلص، يعني في هون رسمة، اذا عرفنا نرسم هذا المربع سوا وحفظناه خلص اغلب المحاضرة هيك بتكون مسترناها يعني. فدونت وري، ما تخافوا. وبعرف انه هاي انه دكتورة المحاضرة شوية اسئلتها صعبة، رح نحكي لكم من اليوم ان شاء الله التركات اللي لازم ننتبه عليها لما نجي نحل اي سؤال بخصوص موضوع اللانج فوليوم واللانج كاباسيتي. طبعا هذا الملف ان شاء الله شامل ريكورد الدكتور، حتى انا ما سمعتش ريكورد واحد، سمعت ريكوردين، ريكورد السنة الماضية وريكورد هاي السنة، بحيث انه قدر الامكان نكون لمين لكم اكبر قدر ممكن من كلام الدكتوره. هاي الشغله النوتس اللي راح نكتبها على جنب راح تكون باخر الملف، بلس ضبط لكم اسئله من جايتون، الكتاب اللي بتحب الدكتوره تجيب منه اسئله في اخر المحاضره، يمكن نحل جزء منهم وممكن اخلي لكم جزء انتم تحلوه، بس مشان تشوفوا انه شو يعني سؤال من جايتون. انا بحل اي سؤال ممكن يلاقيني. اوكي، بدي نوصل في النهايه لهاي الثقه. سو يلا ننطلق. بسم الله، بسم الذي خلق فأبدع، هذا الإشي اللي بدنا نعرفه اليوم. يلا يا جماعة نحكي عن اللانج فوليوم واللانج كاباسيتيز. لانج فوليوم هي الفوليوم، أوكي، الكمية تاعت الهواء اللي موجود في جسمنا. إحنا قديش في عنا فوليوم؟ في عنا بجسمنا سبحان الله باللانج في عنا 4 فوليوم، أوكي؟ طيب لما أنا أصير أحط أجمع 2 فوليوم أور مور وذ أذرز بصير اسمها إيش؟ بصير الموضوع اسمه كاباسيتي. فشو يعني كاباسيتي؟ كاباسيتي معناها 2 فوليوم أو أكثر. هلا رح نشوف انه في عندي مثلا كاباسيتي معينه ناتج حاصل جمع 2 فوليوم، اوكي، او مثلا 4 فوليوم اند سو اون. ماشي، يلا ننطلق. بسم الله. دائما احنا شو بنحكي في بدايه امتحاننا، بدايه دراستنا، كل شيء بنحكي ربي اشرح لي صدري. يعني انا صراحه دائما بحكي هاي المحاضره بالذات بتضل كل الوقت تحكي سبحان الذي خلق فابدع، لانه كل الابداع موجود في هذا الشيء. شوف يا جماعة، لما أنا أقول لك ربي اشرح لي صدري، شو معناها؟ هي معناها بلغة الفوليوم هي التايدل فوليوم. شو هو التايدل فوليوم؟ يا جماعة سبحان الذي خلق فأبدع، التايدل فوليوم هو النفس اللي بيطلع اللي بفوت وبيطلع، يعني inspiratory واكسبيراتوري فوليوم. بس إيش؟ ولكنه النورمال بريثنج، يعني أنا الآن قاعدة بتنفس، أنت الآن بتحضرني صح وبتتنفس، هذا النفس اللي أنت بتاخده الآن سواء كان بالإنسبيريشن أو إكسبيريشن أنت مش حاس فيه، أوكي؟ هذا اللي مش حاسين فيه اسمه تايدل فوليوم. طيب التايدل فوليوم قديش قيمته؟ قيمته 500. يعني تخيل أنت الآن وأنت بتتنفس بتدخل 500 وبتطلع 500، معنى تايدل فوليوم هي عبارة عن الفوليوم of inspired or expired air with normally breathing in a quiet movement. يعني عادي انا طبيعي، لا باخذ لا بستخدم قوه ولا شيء. اوكي، مش احنا بس اذكركم، بس احنا السايكل بتاعت الريسبيريشن ايش هي؟ انت بتاخذ inspiration، بعدها انا في عندي expiration وعندي pause، بعدين inspiration expiration وpause. هذا الشيء اللي احنا مش حاسين فيه شو اسمه؟ اسمه tidal volume. ماشي يا جماعة؟ طيب تمام، قديش قيمته؟ 500. حلو؟ طيب تمام تمام طيب قلت لك يلا خذ نفس عميق عميق عميق، فأنت بتاخذ تسحبه لفوق. هذا النفس اللي احنا رح نسحبه العميق هذا شو بنسميه؟ بنسميه inspiratory reserve volume. شوفوا inspiratory reserve volume أهم حاجة بدي تعرفوها، إنه يا جماعة inspiratory reserve volume هو الفوليوم of maximum forced inspiration after normal expiration. طيب انا صراحه لما اجي ادرس هذا المربع اللي احنا شايفينه، اسمعوا بحكي لكم شغله قبل ما نكمل. هذا المربع انا الان اللي مطلوب منك انت حاليا تتفرج علي، اترك كل شيء بايدك وطلع علي، اطلع انا شو بدي اخربش وشو بدي ارسم على هاي اللوحه. ماشي يا جماعه؟
طيب اللهم صلي على سيدنا محمد. بهاي الرسمة بدي أحط لكم شوية تركات بحيث إنه لما يكون عندي أي سؤال على لانج فولم كاباسيتي أرسم هذا المربع في دماغي وخلص أبلش أحل كل الأسئلة. أوكي ماشي، شوفوا التايدل فوليوم يا جماعة هيو. الآن شايفين هذا الخط، الخط اللي لونه هذا اللي أنا نقطته زي هيك. طيب هذا الخط بدي تحطه عنده إنه هذا اسمه نورمال انسبيريشن، يعني هاي حدود النورمال انسبيريشن وهاي حدود النورمال اكسبيريشن. اتفقنا؟ ماشي. اذا هاي حدود النورمال انسبيريشن وهاي حدود النورمال اكسبيريشن. انا متعمده هذول النقاط ما ضفتهم على النوتس اللي كتبت لكم اياهم في الاخير، بدي اياكم انتم تضيفوهم، بس هسه ما تكتبهم، هسه ركز معي. شوفوا سبحان الذي خلق فابدا، لما قلت لكم ماكسيمم هيها الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم هو الماكسيمم فورست انسبيريشن، يعني انت بتاخذ نفس قوي ولكن ايش؟ افتر نورمال انسبيريشن، يعني فوق النورمال انسبيريشن. شايفين هذا الخط؟ يعني باختصار الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم هي لا تتضمن التايدل فوليوم، لا هي فوقي. ماشي يا جماعه؟ طيب الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم قديش كميتها؟ انت عندك قدره انك تفوت على اللنج زياده عن 500 3000 مل اوف اير. ماشي يا جماعه؟ اتفقنا؟ اذا هذا اسمه الله يرضى عليكم الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. الدكتوره حكت انه الاختصارات مهمه، عشان هيك انا بكتب لك اياهم بالاختصارات. الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم هو ذا فوليوم اوف اير ويتش انسباير ماكسيمم انسبيريشن فورست انسبيريشن افتر نورمال انسبيريشن. اتفقنا؟ طيب تمام. الان يا جماعه حاصل جمع الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم والتايدل فوليوم، الان انا عندي فوليوم فوليوم، حاصل جمعهم شو راح يطلع لي؟ راح يطلع كاباسيتي. حاصل جمع هذه الكاباسيتي من اسمها، اسمها انسبيراتوري كاباسيتي. اذا شو اسمها؟ اسمها انسبيراتوري كاباسيتي. اذا عشان هيك انا كنت مركزه انه الانسبيراتوري ريزيرف هو الشيء اللي جاي فوق التايدل فوليوم. طيب لو ضفت معاه دكتوره التايد فوليوم شو صار اسمه؟ صار اسمه انسبيراتوري كاباسيتي فوليوم. سوري انسبيراتوري كاباسيتي. إذا لو قلت لك عرف لي الانسبيراتوري كاباسيتي شو بتحكي لي؟ بتحكي لي هو الفوليوم اوف اير انسبايرد باي ماكسيمم انسبيريشن افتر ذا اند اوف نورمال اوف نورمال ريستنج اكسبيريشن. يعني شو؟ هلا راح افهمكم اياها. يعني انا الان خلص انا شوفوا اتعديت النورمال اكسبيريشن، ها شوفوا الان الانسبيراتوري اكسبيريشن، ها شوفوا انا خلصت النورمال اكسبيريشن. الان شو عندي فوق النورمال اكسبيريشن؟ النورمال اكسبيريشن فوقيها التايدل فوليوم والانسبيرت ريزيرف فوليوم. ماشي؟ هاي الاشياء بدنا نبصمها الان. ماشي يا جماعه؟ اذا سبحان الذي خلق فابدا، هذول الاثنين انا بحكي اذا انسبيرتوري كاباسيتي هي الفوليوم اوف اير. حلو؟ طيب ذات از انسبايرد ويز ماكسيمم انسبيريشن. حلو؟ فيها مشكله لحد هاي اللحظه؟ تمام. ولكن قبل ولا بعد؟ افتر after the end of normal resting expiration. بعد الريستنج شوفوا انا متعمده حطيت الخط هذا هون، يعني هو مثلا شوفوا بلش after بعد صح؟ after النورمال expiration. ماشي يا جماعه؟ طيب اذا انت تخيل الان عرفت معي ثلاث مصطلحات مهمه، tidal volume، inspiratory reserve volume، والانسبيراتوري كاباسيتي. الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم هي اللي جايه فوق النورمال انسبيريشن، التايدل فوليوم هو النفس اللي احنا بنتنفسه مع نورمال بريثنج، والانسبيراتوري كاباسيتي هي الفوليوم اوف اير اللي انا اخذته بفورس انسبيريشن متى جاء؟ افتر نورمال اكسبيريشن. اوكي؟ طيب ماشي. شو قلت لك؟ قلت لك يلا اعطيني الان فول اكسبيريشن، يلا طلع كل نفس بقوه. هذا النفس اللي طلع كلياته بقوة شو بنسميه؟ نفس الحاجة بسميه expiratory reserve volume. ال expiratory reserve volume قديش قيمته؟ قيمته 1100. اوكي؟ 1100 مل. طب دكتورة ليش ال inspiratory volume 3000 وليش ال expiratory 1100؟ افهمها بالمنطق، بالمنطق شرح لاولاد صغار، كان زي كانك تشرح لاخوك. انت لما بتاخذ نفس من الهواء زي لما بتاخذ نفس من اللنج، الهواء يعني سبحان الذي خلق فابدع، معاك عدد لا متناهي، فانت بتسحب منه كميه، فبوصل الانسبيرت ريزيرف فوليوم لقديش؟ ل
3000 مل، بينما اللونج قديش فيها؟ لما اطلع الفول اكسبايريشن بيطلع معي قديش؟ 1100 مل. سو ايش شو معنى الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم؟ الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم يا جماعه معناها انه الاير which expired by maximum expiration after after normal expiration. اذا شوفوا اذا ما معاه التايدل فوليوم، اذا التايدل فوليوم لحالها، هاي شوفوا يا جماعه هون انا بحكي لكم اياها، هيها هذا الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم هو قلنا الاير which may be expired by maximum expiration after normal expiration. حلو؟ طيب اذا التويدل فوليوم مش معه، طيب لو ضفته معه شو بصير اسمه؟ بصير اسمه expiratory capacity. ها شوفوا شو بصير اسمه الان، صار اسمه expiratory capacity. ايش هي expiratory capacity يا جماعه؟ هو الفوليوم اوف اير expired by maximum after normal resting of inspiration. شوفوا مشان هيك لما بترسم الرسمة بدماغك انت خلص الأمور بتكون سهلة عليك، ما بتخربط بسؤال الام سي كيو. شوفوا هلا رح فرجيكم اياهم كيف التفاصيل هاي مهمة مهمة. الاكسبيراتوري كاباسيتي هو الفوليوم اوف اير، اوكي حافظينها اكسباير لانه احنا بنسولف عن اكسبيريشن. expiratory capacity معها الاكسبيراتوري معاها الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، يعني الموضوع فورست اكسبيريشن after the end of what؟ after the end of normal resting inspiration. حلو؟ اذا الاكسبيراتوري capacity هو الشيء اللي راح يطلع بعد النورمال inspiration، بينما الاسبيراتوري capacity هو الشيء اللي راح يطلع بعد النورمال expiration. اتفقنا يا جماعه؟ طيب تمام التمام ماشي انا موافقه. طيب لو قلت لك يلا او لا قبل ماشي يا جماعه، هلا شوفوا الان عندي انا هذول الشغلات، اوكي خليني احكي عشان اخلص منها. شوفوا لو قلت لك يلا خذ فول انسبيريشن، انا اخذت الفول انسبيريشن يعني ايش؟ اخذت الانسبيرات ريزيرف فوليوم حلو ومعاه هيدا الفوليوم، هي انا قديش صرت الان؟ 3500. حلو بعدين ايش قلت لك؟ يلا اعمل لي فول اكسبيريشن. الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم لو ضفت معاها التايدل فوليوم وضفت معاها الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم شو بصير اسمها؟ بصير اسمها فايتال كاباسيتي. شو اسمها بصير؟ اسمها فايتال كاباسيتي. اذا شو هي الفايتال كاباسيتي؟ ركزوا معي شوفوا لما احكي لك كلمه فايتال، فايتال معناها انه شيء مهم صح؟ لو سالتك ايش الفايتال اورجن بجسمنا؟ بتقول لي دكتوره الفايتال اورجنز الهارت السي ان اس البرين مثلا اللونج، هذول هم الفايتال اورجن بجسمنا. طيب انا لما قلت لك فايتال كاباسيتي شو معناها؟ معناها شغل لي كل الفايتال سيستم اللي بجسمي. كيف يعني؟ يعني انا قلت لك الفايتال كاباسيتي بتضم الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم والتايدال فوليوم والاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، اوكي يلا شغل لي كل العضلات اللي بتعمل لي انسبيريشن، كل العضلات تعمل لي اكسبيريشن. يعني شو معنى هذا الكلام؟ يعني بما انه كلمه فايتال يعني هو شيء مهم، كل الاشياء رح تشتغل. فمشان هيك هلا رح نعرف انه الفايتال كاباسيتي الجست وول رح يشتغل مشان العضلات تاعت الانسبيريشن والاكسبيريشن تشتغل. حلو كمان الهارت لازم يكون شغال كويس عشان يعطيني فايتال كاباسيتي. طيب كمان شو كمان شو لازم يشتغل؟ كمان لازم اللونج تشتغل بكل قوتها مشان تعطيني جود فايتال كاباسيتي. مش بس هيك حتى الابدومين بده يشتغل مشان يرتفع للديافرام وينزل الديافرام بحيث انه قدر الامكان هذا الفايتال الشيء المهم يطلع لي الفايتال كاباسيتي. سو شو هو الفايتال كاباسيتي؟ الفايتال كاباسيتي يا جماعه هو عباره عن الفوليوم اوف اير اكسبايرد افتر ايش؟ ماكسيمم انسبيريشن. يعني انت اخذت ماكسيمم اكسبيريشن ماكسيمم انسبيريشن، دائما هيك السؤال بيجي بالامتحان، بيجي السؤال بالامتحان بتقول لك الدكتوره ايش الفوليوم او ايش الكاباسيتيز اللي انت بتاخذ فيها تعمل فيها ماكسيمم اكسبيريشن افتر ماكسيمم انسبيريشن. ايش هي كلمه ماكسيمم وماكسيمم؟ معناها ان الموضوع فايتال، الموضوع فايتال كاباسيتي. حلو طيب ماشي انا موافق. فهمنا يا جماعه؟ طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هلا شوفوا معي سبحان الله رب العالمين لما خلق الأشياء خلقها وخلقها بقدر.
البيبي هو في بطن امه، اوكي، اللانج تاعته بتكون كولابس، اعرفوا لي هاي المعلومه كلياتنا. احنا انترا يوتيرو جوا الرحم كانت اللانج مسكره ولا إشي شغال فيها، اوكي. طيب مجرد ما الطفل ينولد سبحان الله اول إشي بيعمل الطفل ايش بصير؟ بصير كراينج. هذا الكراينج بصير مشان اللانج تفتح. هاي اللانج يا جماعه مجرد ما فتحت واخذت نفس رح يتكون فيها جواتها إشي بنسميه الريزيجوال فوليوم. شو اسمه؟ اسمه الريزيجوال فوليوم. هذا الريزيجوال فوليوم قديش قيمته؟ قيمته 1200. هذا وظيفته الاساسيه، طبعا هو الوظائف كثير رح نحكي عنهم، بس وظيفته الاساسيه اللي بتهمني انا الان بهاي النقطه اللي بشرح فيها انه تخلي اللنج مش كولابس، تخلي فيها شويه هواء، لانه من مبدا لما تنفخ بالون جديد مثلا رح يكون صعب علي، بينما لما انفخ بالون انا نفخته اكثر من مره رح يكون اسهل علي. فهذا الريزيجوال فوليوم سبحان الله رب العالمين خلاه باور لانج، ماشي، مشان شو؟ مشان بس انه ايش؟ إيه، رح نحكي كثير وظائف، بس مشان انه تمنع الكولابس او تمنع الكومبليت كولابس اوف ذا لانج، ماشي؟ طيب الريزيجوال فوليوم قيمته يا جماعه 1200. الريزيجوال فوليوم ما بتحرك، يعني انا ما بقدر اقيسه، فمشان هيك بدنا نكون عارفين انه الريزيجوال فوليوم كانت ميجر باي سبايرومتري اللي راح برجيكم اياه هلا. السبايرومتري راح تاخذوا عنه لاب كامل، ما رح نقدر نقيسه. ليه؟ لانه وين اسمه؟ اسمه ريزيجوال، يعني هي البواقي، رب العالمين خليها في اللانج. حلو؟ طيب تمام. هذه يا جماعه الريزيجوال فوليوم ما بقل الا في حاله واحده، انه يصير كولابس. اللانج بصير لها كولابس في حاله مثل الامثله على اللي شيء ممكن يعمل لي كولابس في حاله النيمو ثوركس. اوكي؟ النيمو ثوركس. اذا البيشنت صار عنده نيمو ثوركس معناها صار له لانج كولابس، في هاي الحاله الريزيجوال فوليوم بقل. ولكن اكتب لي هاي المعلومه انت يلا، ولكن حتى لو قل، لو انا فتحت اللانج والان جبت لكم لانج وقطعناها سوا وعملناها قطعناها ايربان ايربان زي ما بيحكوا اوكي، لازم يضل فيها شيء بنسميه مينيموم اير اللي هو تقريبا 150 مل. هذا ال 150 مل ما بيطلع منها نهائيا، ورح نعرف ايش فائدته كمان شويه. ماشي يا حلوين؟ طيب تمام تمام هسه سبحان الله الريزيجوال فوليوم قيمته 1200، هو الفوليوم اوف اير ريمينينج اوف ان ذا لانج افتر ماكسيمم اكسبيريشن. هاي المعلومه كثير مهم يكون عارفينها. شوفوا شوفوا وين مكانه بالرسمه، ها شوفوا الان هاي الخط، هذا الخط شو يعني؟ هذا الخط معناها هو ماكسيمم اكسبيريشن، هذول اللي حوالين التايدل كنا نحكي عنها النورمال انسبيريشن، هذا اللي تحت الخط اسمه ماكسيمم اكسبيريشن. اذا لما بحكي لك يلا اعمل لي فول اكسبيريشن، ايش الهواء اللي بضل؟ شو اسمه الكميه الهواء اللي ضلت؟ اسمها ريزيجوال كاباسيتي. حلو يا جماعه؟ طيب تمام تمام هسه الريزيجوال كاباسيتي لو قلتي لي طب دكتوره، طب نفترض الريزيجوال كاباسيتي اللي راح تضل في النورمال اكسبيريشن، يعني ايش كميه الهواء اللي راح تضل بعد ما انت تعمل فول نورمال اكسبيريشن عادي، مش يعني مش فورست اكسبيريشن، شو بنسميها؟ هذا شيء كمان كاباسيتي اسمها فانكشنال ريزيجوال كاباسيتي. اذا شو اسمها هاي؟ هاي اسمها فانكشنال ريزيجوال كاباسيتي. هاي الكاباسيتي انا بقيس فيها الريزيجوال فوليوم، اتفقنا؟ وبقيس فيها ايش؟ الاكسبيراتوري ايش؟ ريزيرف فوليوم، يعني زي كانها بتعمل لي شغلتين. هاي الاكسبيراتوري ريزيجوال فوليوم هي معناها الفوليوم اللي ريمينينج ان اير افتر نورمال اكسبيريشن. ولا بغلب حالي في الكلام ولا بغلب حالي في الحفظ، برسم الرسمه في دماغي وببلش افكر في الموضوع. حلو يا جماعه؟ طيب اذا الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي ايش بتساوي؟ بتساوي ال expiratory reserve volume زائد the residual volume. حلو ماشي. ال vital capacity اللي هي maximum expiration after maximum inspiration. حلو طيب ماشي. طيب يلا expiratory capacity، expiratory capacity شو قلنا معناها؟ expiratory capacity معناها ال volume of air that is expired with maximum effort at the end of normal inspiration. حلو طيب inspiratory capacity شو هي؟ عبارة عن volume inspired by maximum inspiratory after normal expiration. مهمة هاي الشغلات. حلو يا جماعة؟ طيب تمام تمام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اوكي طيب هلا بضل عندي آخر حاجة معانا اسمها إشي بنسميه total lung capacity.
يعني قديش قدرة اللونج إنها تتحمل من هذا الفوليوم. يا جماعة التوتال لونج كاباسيتي هي عبارة عن الفوليوم اوف اير present in the lung after maximum inspiration. يعني انت في التوتال لونج بتضم معك الريسبيراتوري فوليوم، بتضم معك الاكسبيراتوري ريزيجوال فوليوم، حلو، بتضم معك التايدال فوليوم بلس الفول انسبيريشن. اوكي، وهذا الاشي مهم. اوكي يا جماعه، الله يرضى عليكم ويرضى عنكم تكون فاهم لحد هاي اللحظه الاشياء اللي حكيناها. توتال لونج كاباسيتي هي كميه الهواء اللي في اللونج، ولكن after maximum inspiration. شوفوا الآن أنا بدي أكتب لكم جملة. هاي الجملة صراحة موضع أسئلة أم سي كيو، يعني موضع أسئلة أم سي كيو رهيبة جدا، هل رح أحكي لكم إياها. طيب شوفوا، بدي أكتب الآن جملة يا جماعة، أسئلة الأم سي كيو كلها بتلعب عليها. شوفوا لو كانتكم بالسؤال maximum inspiration، أوكي، في عندك سؤال طويل 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 ومكتوب after maximum inspiration، حلو، بيكون الجواب شغلتين، يا إما رح يكون الجواب total lung capacity أو رح يكون الجواب vital capacity. ماشي، اسمعوا هاي المعلومة كتبها عندك، رح تحسها غبية الآن بس later on رح تشوف إنها بتفرق معك. شوفوا الآن يا جماعة رح نعرف شو الفرق بينهم. التوتال لانج كاباسيتي رح نحكي انه الاير ان لانج افتر ماكسيمم انسبيريشن، بينما الفايتال كاباسيتي، ايش هي الفايتال كاباسيتي؟ لا، الفايتال كاباسيتي اللي هي فوليوم اوف اير اكسبايرد، اوكي، اكسبايرد افتر ماكسيمم انسبيريشن. ليه حكيت لكم هاي المعلومه؟ انا يا جماعه هاي معلومه حكيتكم اياها لانه اسئله جايتون شو بتحكي لنا. هسه احنا كلياتنا بنعرف انه الفايتال كاباسيتي هي ماكسيمم اكسبيريشن افتر ماكسيمم اكسبيريشن، حلو، بس جايتون مرات بيلعب معك في الامتحان بشيل كلمه ماكسيمم تبعت الاكسبيريشن، فانت بتفكر بما انه مش ماكسيمم، ماكسيمم يعني مش فايتال. لا، اذا كان قال لي الاير اوف اكسباير افتر ماكسيمم اكسبيريشن هي فايتال كاباسيتي، بينما الاير اللي في اللونج after maximum inspiration هي total lung capacity. ماشي يا جماعه، الله يرضى عليكم ويرضى عنكم نكون فاهمين هاي الشغلات. طيب ماشي، هلا في الشغله اللي بتهمني وبدي اياكم تكونوا عارفينها، انه يا جماعه اي شيء بيدخل فيه الريزيجوال فوليوم انا ما راح اقدر احسبه بالسبايرومتري. ترى سهل، اسمعوا سهلات، ولا تخربطوا فيهن ولا تفكروا فيهن اصلا، اسمع المعلومه مني وبس. الريزيجوال فوليوم، لانه من اسمه ريزيجوال فوليوم انا ما بقدر اقيسه، في واحد من هذول الكاباسيتيز اسمه فاضحه اللي هي الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي. اوكي، هي الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي اسمه فاضحه، هو كمان ما بقدر اقيسه. واخر حاجه التوتال، مش دائما بيقولوا الشر بعم والخير بخص؟ خلص، ما انه توتال يعني صار منظار، صار ضمنه الريسبيراتوري فوليوم، حلو. ففي هذه الحاله هذول الثلاثه فوليوم وكاباسيتيز انا ما بقدر اقيسهم بالسبايرومتري، وهذول اسئله امتحان. ماشي، طيب هلا شوفوا، احفظ الرسمه هاي وابصمها لانه ليتر اون لازم تكون عارف انه التوتال لانج كاباسيتي ايش بتساوي. شوفوا انا اللي بيهمني تعرفوا الان انه توتال لانج كاباسيتي شو بتساوي. التوتال لانج كاباسيتي يا جماعه بتساوي قوي انسبيرت ريزيرف فوليوم، لانه ايش قلنا احنا؟ قلنا الانسبيرت ريزيرف فوليوم انه هي الاير اصلا بعد ما انا اخذ فول انسبيريشن، كمان شو؟ التايدل فوليوم، حلو، بلس اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، حلو، بلس شو؟ بلس الريزيجوال فوليوم، تمام؟ ماشي، طب هل فيها تعريف ثاني؟ ما هي ترى عادي، هي حسبه وحساب يعني عادي، لعبه يلعبوها زي البازلز. ايش في شيء كمان بيعمل لي التوتال لانج كاباسيتي؟ التوتال لانج كاباسيتي ايش ممكن يعمل لي اياه؟ يلا مين يحكي لي؟ برافو عليك، فايتال كاباسيتي زائد الريزيجوال فوليوم، صح ولا مش صح؟ هيا هاي هاي الريزيجوال فوليوم، هاي الريزيجوال فوليوم، هيو عند الرسمه هاي حطيتها انا، وهي الفايتال كاباسيتي، وهذا كليات الفايتال كاباسيتي. شو احنا قلنا الفايتال كاباسيتي ماكسيمم اكسبيريشن افتر ماكسيمم اكسبيريشن، حلو، فهي كمان توتال لانج كاباسيتيز. هذول المعادلتين اللي بتعمل لي معنى توتال لانج كاباسيتيز، هذول اسئله جايتون، هيك بيحكي لنا جايتون. فجايتون له ثلاث تعريفات، هو الاير اوف لانج افتر ماكسيمم انسبيريشن، هذول التجميعات الثلاثه بتاعت الفور فوليوم، وكمان الفايتال كاباسيتي زائد الريسبيراتوري الريزيجوال فوليوم.
ماشي جماعة، اتفقنا على هاي الشغلة؟ تمام تمام حلو. الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي من اسمها، فانكشنال ريزيجوال، ريزيجوال شيء ضال باللون، حلو؟ فانكشنال عشان ما تنساها، هسه ريزيجوال خلص مثلا هاي، هذه لانها من الاشياء المهمه كمان. فانكشنال ريزيجوال كاباسيتي ايش بتساوي؟ فانكشنال ريزيجوال كاباسيتي من اسمها، ريزيجوال بحط لها ريزيجوال فوليوم. طب دكتوره كيف بدي اتذكر الباقي؟ يا جماعه فانكشنال شو معنى فانكشنال؟ فانكشنال معناها اني اخلي اللنج تشتغل بشغلها الطبيعي، بالامر الطبيعي، يعني انا بدي اوصل للنورمال اكسبايريشن، صح؟ اذا بدي اخذ المربع اللي تحت النورمال اكسبايريشن، فالفانكشنال ريزيجوال كاباسيتيز بتساوي الريزيجوال فوليوم زائد الاكسبايراتوري ريزيرف فوليوم. حلو؟ والله ما فيهم شيء، هذول صراحة مهمة، يعني ما فيهم شيء. طيب اي هوب اي هوب اي هوب اني قدرت احاول اساعدكم بالحفظ. الان رح نبلش نقرا هذول الشغلات على الشيء المرسوم هنا. شوفوا بدي احكي لكم شغله كثير مهمه. انا الرسمه هاي اللي رسمتها بعرف انها معكم، بدي تجيب ورقه وقلم وتخربشوها زيي. ارجع انت ارسمها لحالك وشوف انت شو لقطت من الاشي اللي رسمناه، اوكي؟ ارسمهم ستيب باي ستيب، حط خطوطك زي هيك مشان تشوف هلا لما نبلش نحكي عن الموضوع كيف رح يطلع معانا ان شاء الله انه كثير سهل. شوفوا يلا بسم الله. تايدل فوليوم قلنا قديش نسبته؟ 500 مل، هو ذا فوليوم اوف اير انسبايرد اند اكسبايرد with each normal breath of normally quiet breathing اللي هي بحاله الايوبنيا عادي وانت بتتنفس طبيعي. ماشي يا جماعه؟ طيب هسه قلنا احنا الريسبيراتوري ريت قديش؟ 12 ل 15 ريسبيريشن 5 مينتس، هاي الشيء اللي احنا بنعرفه. والسايكل هي عباره عن انسبيريشن اكسبيريشن وبعديها بوز. ماشي يا جماعه؟ مش هذا الشيء اللي احنا بنعرفه؟ طيب تمام تمام هلا هذا الشيء شو بنسميه؟ احنا بنسميه ايوبنيا، من اي يوبنيا معناها النفس الطبيعي. هسه بس حد الدكتوره حكت تذكركم بشويه ترمينولوجي، انه لو صار في عندي انكريز في الريت شو بسميها؟ بسميها تاكيبنيا. طب لو صار في عندي ديفيكال في البريثنج شو بنسميها؟ دسنيا. اوكي بس هذول مصطلحات بعرفكم تعرفوها. يلا الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، الانسبيراتوري هي ال 3000 صح؟ يلا ايش هي؟ الفوليوم اوف اير which is inspired by maximum force expiration after normal inspiration in addition to ايش حكينا؟ to tidal volume زي ما قلنا. شوفوا after normal inspiration، فما تنسى هاي الخط، هاي شايف الشيء اللي راح تاخذه فوق النورمال inspiration. ماشي الاكسبيراتوري فوليوم ريزيرف اللي هي 1100، فوليوم اوف اير which are expired by maximum expiration after normal expiration. ما تخربط بين inspiration واكسبيريشن وما تخلي الدكتوره تخربطك بالامتحان، ركز دير بالك. طيب بضل عندي ايش؟ الريزيجوال فوليوم، الريزيجوال فوليوم اللي هو 1200. شوفوا قلنا الفوليوم اوف اير ريمينينج في لانج after maximum expiration. بالله عليكم والله ممكن تلعب عليكم بهاي الجمله، بدل ما تخليها maximum expiration ممكن تخليها لك اياها normal expiration. بس احنا شو قلنا؟ اللي بيضل بعد النورمال اكسبيريشن شو اسمه؟ اسمه فانكشنال ريزيجوال كاباسيتيز. اذا بلشت تفكر بالطريقه اللي انا بفكر فيها الان انت مسترت الكاباسيتيز. اذا نفس الجمله عادي، فوليوم اوف اير ريمينينج ذا لانج افتر ماكسيمم اكسبيريشن اسمه شو اسمه؟ اسمه ريزيجوال فوليوم. طيب نفس الجمله، فوليوم اوف اير ريمينينج ذا لانج افتر نورمال اكسبيريشن اسمها الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي. ماشي يا جماعه؟ طيب الان قلنا هو ما بيطلع من اللنك الا في حاله واحده، الا في حاله اللنك كولابس زي بحاله ايش قلنا؟ النيموثوركس. وزي ما قلت لكم بيضل شيء اسمه مينيمم اير، ما بيطلع نهائيا، اللي هو قديش قيمته؟ 150 مل. طيب الان قلنا cannot be tested by spirometry but we can measure it by helium of dilutional method. راح احكي لكم عنها كمان شوي، بس اكتبوا لي جمله تحتها انه اللي ما بيطلع الي انا بدخل اله. ايوه يعني كيف لما يجيك تهديد من واحد من كبار العيله اذا ما بتطلع الان انا بجيك. حلو، هذا هو الريزيجوال فوليوم، بقول لو تموتوا انا ما بطلع لكم. فشو بقول له؟ انا بجيك، انا بجيك كيف؟ عن طريق الهيليوم ديليوشن. رح نفهمها كمان شويه. حلو، طيب هذول الاشياء حكيناهم. طيب شوفوا الريزيجوال فوليوم ولا بيتحرك ولا شيء. طيب هون يلا نبلش نحكي الان يا جماعه عن الكاباسيتيز. يلا اول وحده انسبيراتوري كاباسيتي، شو قلنا؟ الفوليوم اوف اير ذات بين انسباير، حلو ماشي، باي ماكسيمم انسبيريشن صح؟ طيب افتر ما افتر اند اوف نورمال ريستنج اكسبيريشن. والله يرضى عليكم نركز على هاي الشغله. ها نورمال ريستنج اكسبيريشن هي شايفينها بالرسمه؟ شايفين نورمال ريستنج اكسبيريشن؟ مش احنا شوفوا يعني هاي المنطقه باعتبار، هاي المنطقه كلها الفوليوم اوف اير. ها فوليوم اوف اير
that inspired من كلمة inspiration. capacity لأنه صار في عندها two volume. فشو two volume؟ احفظوها زي هيك. inspiratory يعني inspiratory. two volume إيش هم؟ رح يكون tidal volume plus ال inspiratory residual capacity. شو اسمه؟ ال inspiratory sorry. ال inspiratory residual volume. حلو؟ هيها inspiratory inspiratory. هذول الثنتين ما انه عندي هاي موجوده، فشو صارت؟ صارت ماكسيمم انسبيراتوري. حلو، هاي التعريف الثاني. طيب افتر شو؟ يعني اكيد ما راح تكون افتر انسبيريشن، اكيد ما راح تكون افتر انسبيريشن، مستحيل. انا بدي اياها بعد الاكسبيريشن. ماشي، شوفوا قديش. اذا هي التايدل فوليوم زائد الانسبيراتوري زائد فوليوم 500 زائد 3000 3500. حلو، يلا اكسبيراتوري فكر زي هيك بالامتحان. اكسبيراتوري يلا بدنا نفكر يا جماعه بهاي الطريقه. اكسبيراتوري يعني في عندي كلمه اكسبيراتوري رح القى بالتعريف. حلو، كاباسيتي في عندي 2 فوليوم، التايدل فوليوم بلس الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. ما اني اخذت كلمه اكسبيراتوري هون، اذا رح تكون هنا شو؟ نورمال انسبيراتوري. احفظوها زي هيك خلص، ولا تغلب حالك ولا تفكر بالامتحان ولا شيء، انت عندك كلمه واحده بتفسر منها. اذا هنا كمان نورمال اكسبيريشن. حلو، شوف التعريف، volume of air that expired by maximum expiratory، مشان هاي الشغله، after the end of normal resting inspiration. حلو يا جماعه. طيب اسمع، دير بالك تقعد تحفظ الارقام 1600 1500، انت بتحفظ الارقام الاساسيه تحت الفوليوم وبعدين بتحط ارقامها ونقطه، انتهينا. ما تخرب، ما تكثر حالك. يلا لا 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 functional residual capacity. يلا صديقنا هذا functional residual capacity صح، صرنا صحبه معاه، بيعشقوه جماعه جايتون ترى بالمناسبه، اغلب الاسئله عليه. يلا من اسمه residual capacity. اوكي capacity يعني انا عندي 2 فوليوم مبدئيا، at least 2 فوليوم ماشي، اللي هم ايش؟ من اسمه residual residual volume. طيب ايش اللي كان فوق residual volume؟ اللي هو كان expiratory reserve volume. طيب ال expiratory reserve volume وين كان في الرسمه؟ كان عند النورمال اكسبيريشن. ها نورمال اكسبيريشن، فهذا شو بحكي لنا الفانكشن ريجيوال كاباسيتي؟ اذا هو الهواء اللي ضل افتر نورمال اكسبيريشن. يا عيني عليكم. ها وبما انه فيه اسمه فاضحه فيه ريزيجوال، فهو كانت تيستد باي سبايرومتري. حلو طيب ماشي. فايتال كاباسيتي يلا، يا اما فوليوم اوف اير اكسباير ماكسيمملي after maximum expiration، او عادي الفوليوم اوف اير expired حتى لو الكلمه هاي ما كانت موجوده في التعريف بختاره كمان الجواب after maximum expiration. طيب لو قال لي الاير اللي ظل after maximum expiration شو صار اسمه؟ صار اسمه total lung capacity. طيب شوفوا، شوفوا الفايتال كاباسيتي ايش مكونه؟ فايتال كاباسيتي مكونه من 3 فوليوم اللي هم tidal volume، مالي tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume. يا عيني عليكم، ان شاء الله انكم تكونوا مسترتوا الموضوع، اذا ما مسترته ستوب الفيديو وروح شوف ارجع عيد الموضوع من البدايه. يلا توتال لان كاباسيتي، من اسمها توتال لان كاباسيتي، يعني يلا اول تعريف قلنا هو الاير اللي موجود افتر ماكسيمم اسبيريشن، هذا اول تعريف. طب التعريف الثاني اللي هو كل الفوليوم، التايدل فوليوم، الاسبيريتوري ريزيرف فوليوم، الاكسبيريتوري ريزيرف فوليوم والريزيجوال فوليوم. حلو، هاي التعريف الثاني. طب التعريف الثالث ايش هو؟ قلنا الفايتال كاباسيتي زائد مين؟ الريزيجوال فوليوم. وبما انه توتال فالشر يعم بهاي الحاله، ف ات كانت تيستد باي سبايرومتري. حلو يا جماعه؟ طيب والله انكم برافو عليكم، اذا وصلت لهاي المرحله وانت فاهم بحكي لك يعني برافو عليك، وان شاء الله كل اللي جاي عادي، كلام عادي ما في شيء، كلام بينحفظ. حلو؟ طيب يلا 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 بسم الله. انا كنت متحمسه صراحه لاني كنت خايفه من هذا الجزء. اوكي جايز ماشي، هلا رح نبلش نحكي عن البالمونري فانكشن تيست. طيب شوفوا البالمونري فانكشن تيست يا جماعه، انا بحب الجداول، انا بعشق صراحه التنظيم، يعني انا مجنون بالتنظيم. طبعا واضح مبين الكتابه. لا مش هيك يعني، بس انه بحب الاشياء تكون شويه هيك رسمها بايدي، عشان هيك انا ببعث لكم اشياء النوتس انا كاتبه بايدي، ترى بقدر اكون عاملها على الوورد، بس بحس الكتابه بالايد بتعطي هيك يعني حلاوه. المهم ما علينا، يلا رح نحكي اليوم ان شاء الله يا جماعه عن البالمونري فانكشن تيست. حلو، البالمونري فانكشن تيست رح نقسمها قسمين. اوكي ايش هما؟ رح نحكي عن الستاتيك بالمونري فانكشن تيست، ورح نحكي عن الدايناميك بالمونري فانكشن تيست. ترى في بينهم فرق؟ طبعا في بينهم فرق. شو معنى ستاتيك؟ ستاتيك معناها ثابت. شو يعني دايناميك؟ دايناميك يعني متحرك. اوكي طيب اللي بيهمني انا اعرفه كلمه ثابت ومتحرك علاقتهم يا جماعه مع الوقت. سو
إذا أنا كنت بدي أعمل pulmonary function test بس أنا مش هامل الوقت not related to the time، أنا بحكي هيك عن بدي أشوف بدي أقيس الاستاتيك pulmonary function test، هلا رح نحكي عنهم. بس إذا أنا الثانية بتفرق معي، أنا الموضوع it's very related to the time، هلا رح أفرجيكم إنه شو يعني دكتورة شو يعني ثانية؟ شو لهالدرجة؟ لا لهالدرجة ونص، هلا رح أقنعكم كمان. المهم تحكي لنا الدكتورة إنه الستاتكس it's not related to the time، وبناخذها في بوزيشن معين، إشي اسمه mid thoracic position. اعرف المعلومة وبس بدون أي تفاصيل، لأنها موقع ام سي كيو. وبالمناسبة هاي من الريكورد القديم مش من الريكورد الجديد. طيب أنا بحب أبلش بالستاتيك، أوكي؟ خلينا هيك ثابتين، بعدين بنروح نشوف الدايناميك وحركاته. So الستاتيك pulmonary function test رح نحكي it's not related to the time زي ما اتفقنا، حلو؟ It's neither position اللي هو بنسميه احنا mid thoracic position. ماشي يا حلوين؟ طيب بالستاتيك pulmonary function test رح نحكي عن ثلاث شغلات. رح نحكي عن ال residual volume، رح نحكي عن ال vital capacity. انا كلمه vital capacity مستحيل احكيها زي الناس الطبيعيين، الا احكيها vital عشان اقنع حالي انها يعني انها كلمه عملاقه. واخر شيء ال total lung disease. طيب يا جماعه انا الان بدنا نعرف ايش ال importance تاعت كل واحد من هذول الشغلات، يعني ليه مهم اني يعني ليه بالمالمونري فانكشن تيست بهمنا الريزيجوال فوليوم مثلا، ليه بهمنا الفايتال كاباسيتي، وليه بتهمني التوتال لانج كاباسيتي. اوكي هلا رح احكي عنهم. اسمع ركز وافهم الشغلات اللي حكيها الان، هي مواقع ام سي كيو رهيبه بتلعب فيك الدكتور الان. اوكي فاذا انت وقعت مني الله يرضى عليك، اذا الشباك مسكر افتحه، واذا فاتح سكره، روح وصل وجهك، اشرب مي، اعمل اي شيء. يلا بسم الله، يلا جاهزين؟ ماشي. رح نحسب الان الريزيجوال فوليوم. انا شو هدت فوق الريزيجوال فوليوم؟ قلت له اذا ما بتطلع لي ترى انا رح ادخل لك، بس هو ما طلع فانا بدي ادخل له. كيف بدنا ندخل له؟ بدنا ندخل له عن طريق شيء اسمه هيليوم ديليوشن ميثود. شوفوا بالله، والله شوفوا كيف، والله كيف الرسمات. اسمعوا بالله، ابعثوا لي على الخاص اني مبدعه. اوكي شوفوا انا والرسم علاقتنا جدا سيئه، فلما يعني اخربش اي خربوشه بحسها هيك فن يعني. بمزح طبعا يعني، بس هيك عشان نغير الجو عليكم، بدي اسليكم شوي. اوكي يلا. انا سميت واحد صديقنا اسمه نوغا، ما بعرف ليش سميته نوغا، حسيت الاسم مضبط عليه. المهم صديقنا نوغا بدنا نحسب له الريزيجوال فوليوم. فقلنا شو يا ريزيجوال فوليوم، اطلع بالسبايرومتري مثل اخوانك. قال لي مستحيل. قلت له يلا، ما طلعت لي انا بدخل لك. انا بدخل له كيف؟ راح ادخل له عن طريق الهيليوم. الان الهيليوم بدي اعرف ايش صفاته، يعني ليه اخترت الهيليوم؟ ليه ما اخترت نيتروجين؟ ليه ما اخترت اكسجين؟ يا جماعه الهيليوم فيه صفات. اول حاجه انه يعتبر انرت. سوري سوري سوري، ولول اشياء نوقه راحت. يلا اول حاجه يا جماعه هو انرت، خامل ما بيتفاعل مع اي شيء. شغله ثانيه انسوليبل، يعني ما راح يصروح، ما راح يقدر يخترق الالفيولاي ويروح للجسم. شغله ثانيه الجسم ما بيصنعه ولا بيستخدمه. هم ثلاث شغلات، هم ثلاث شغلات: not produce or utilize by the by body or by body cell. اوكي okay? or utilize، ولا بيستخدمه الجسم ولا بيصنعه. فمشان هيك التركيز اللي بفوت راح يطلع وانا احسبه، فمشان هيك انا اخترت الهيليوم. حلو. طيب الان انا وقفت صديقنا نوغا، قلت له نوغا يلا الان بدنا نبلش لك بالعمليه. قبل ما نبلش له بالعمليه بدي اركب جهازي. جهازي يا جماعه عباره عن كونتينر، هذا الكونتينر هو ووتر سيل، يعني مغطس بمي، وجواتي هذا الكونتينرز. هذا الكونتينرز جواته اللي النقاط هذول البينك، هذول سي 1. سي 1 معناها الكونسنتريشن، هذا الكونسنتريشن اللي انا بحطه بايدي، فمشان هيك هاي القيمه معلومه عندي. اوكي طيب وبعدين القيمه تاعت الفوليوم الشيء اللي احنا شايفينه كمان انا بعبي بايدي، فهاي كمان قيمه معلومه. حلو. طيب في عندنا دائما شيء كنا نحكي اللي هو الديليوشنال افكت او ديليوشنال كونسنتريشن افكت، اللي هو سي 1 ضرب V1 بتساوي C2 ضرب V2. حلو؟ طيب ماشي تمام. فركبت هذه الاشياء كلها وكنت انا مسكرها، شايفين لون اصفر، انا مسكر الجهاز وما مش طالبه من نوجا يعمل شيء لحد هاي اللحظه. الان بدي ابلش انا عمليه الهيليوم ديليوشنال ميثود مشان انا احسب الريزيوال فوليوم. شو بحكي لنوجا؟ بدي واحد والله الان ذكي، انا بدي احسب لنوجا الريزيوال فوليوم كباسيتي. شو بدي اطلب منه؟ بدي واحد ذكي يحكي لي شو بدي اطلب. انا بدي احسب هذا الفوليوم، شو بدي اطلب منه؟ يلا مين الشاطر؟ يا رب انا متاكده الا ما فيكم حدا يحكيها. بدي اطلب منه يعمل فورست اكسبايريشن عشان يطلع كل الهواء اللي الجسم بيطلعه، فبيظل عندي الريزيجوال فوليوم.
طب دكتورة، طب احنا هل ممكن اني اقدر احسب الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي بهاي الحالة؟ طيب فانكشنال ريزيجوال كاباسيتي فيها ريزيجوال فوليوم صح؟ طيب هل بقدر احسبه؟ طبعا بقدر احسبه بهاي الطريقة. دكتورة شو بنحكي لهذا البيشنت بهاي الحالة؟ انا قلت لكم فانكشنال ريزيجوال كاباسيتي هي عبارة عن ريزيجوال كاباسيتي زائد الاكسبيراتي ريزيجوال فوليوم صح؟ فانا بدي هذول الاثنين يكونوا موجودات في اللنج مشان احسبهم. يعني شو رح احكي للبيشنت؟ رح احكي له اعمل لي نورمال اكسبيريشن. هاي شغله، هاي معلومه حكتها الدكتوره بالريكورد القديم، والمعلومه الثانيه حكتها بالريكورد الجديد، مشان هيك انا حكيت لكم المعلومتين. اذا انا بدي احسب الريزيجوال فوليوم لحاله رح احكي للبيشنت دو ا فورست اكسبيريشن، بس اذا بدي احسب الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي لا بحكي له يعمل عادي نورمال اكسبيريشن مشان احسب مع الريزيجوال فوليوم ايش الاكسبيراتوري ريزيجوال فوليوم، سوري الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. اتفقنا؟ اوكي طيب الان شوفوا، هاي حكينا لنوجا، يلا نوجا عمل لنا فورس اكسبيريشن، فهو عمل لنا فورس اكسبيريشن، بس عمل لي الفورس اكسبيريشن انا شغلت الجهاز اوكي وبلشت ايش واعطيته وقت حتى يصير في عندي ايش حكينا ايكوليبريم. هلا خلال هاي اللحظه بس يعمل هو الي فورس اكسبيريشن، بركب له الجهاز وبكون كمان مركبت له زي كلبس على انفه زي هيك مشان امنع خروج اي هواء من اي منطقه، وبحكي له يلا الان انت وانت الجهاز بعد ما عملت فورس اكسبيريشن خذ وطلع نفس يعني زي هيك بالجهاز. اوكي اتفقنا يا جماعه؟ طيب هلا بهاي الحاله شوفوا افتر شو صار في عندي. انا الان صار في عندي فوليوم 1 اللي هو محطوط عندي هون، انا عندي ثابت ومش متحرك ماشي، فهو هاي القيمه ثابته وانا عارفها قبل. طيب سي 1 انا اصلا حاططها بايدي فانا عارفها ماشي يا جماعه. طيب سي 2، سي 2 يا جماعه شوفوا هي كميه الكونسنتريشن تحت الهيليوم بعد عمليه الاكوليبريم. الان شوفوا انا يعني عامده، شوفوا هون كميه الكونسنتريشن اللي هون، شوفوا كميه الكونسنتريشن اللي هون قلت ليه؟ لانه في جزء وصل وتحرك معنا لما وصل لللانك تحت البيشنت ماشي يا جماعه. طيب في هاي الحاله انا سي 2 كيف بدي اقدر اطلعها؟ عادي بجيب جهاز بخليه يقيس الكونسنتريشن الموجود هنا وبيطلع لي اياه، فاذا كمان السي 2 قيمه معلومه معي. طيب في 2 اللي حكينا عنها هان، الان الفوليوم وين توزع؟ يتوسع على الفوليوم الاول اللي انا بعرفه زائد الفوليوم الموجود في اللانج. الفوليوم الموجود في اللانج في هاي الحاله ايش هو؟ الريزيجوال كاباسيتي. فشو بحكي لنا هون؟ اذا سي 1 ضرب في 1 كلها قيم معروفه بتساوي سي 2 ضرب في 2. في 2 شو صارت؟ في 2 اللي هي في 1 تكملت في 1 وهي قيمه كمان معروفه معاي، فبيظل المجهول الوحيد في معادلتي ايش هي؟ الفانكشنال ريزيجوال، سوري الريزيجوال فوليوم. فعادي بكون معطيني بالسؤال الارقام، بحط الرقم هاد والرقم هاد والرقم هاد والرقم هاد، واخر شيء رح يطلع لي ايش حكينا المعاكل المعامل اكس، عادي عمليه حسابيه جمع وطرح وضرب وبكمل الموضوع ماشي يا جماعه. الدكتوره ما حكت ما يعني ما حكتش انه تفاصيل الاوفر مطلوبه منكم، ما بعرفش اذا ممكن تجيبها لسؤال الامتحان، بس لو اجا احنا خلص مش زي معادلتها، رح برجيكم يعني كيف كتبتها هي بالمحاضره، هي صراحه بالمحاضره كانت كتبتها زي هيك، بس يعني باعتبار انه انت لحالك تميز شو يعني في 2. اذا في 2 فهمناها هي في 1 زائد الفوليوم بتاعت الريزيجوال، الريزيجوال فوليوم اوكي مش الريزيجوال كاباسيتي، الريزيجوال ماشي يا جماعه. طيب تمام تمام اوكي انا موافقه. طيب اذا فهمنا، اذا انا هيك شوفوا هو ما طلع لي بس انا دخلت له، دخلت له عن طريق ايش؟ عن طريق الهيليوم ماشي. طيب تعالوا معي الان نحكي ليه رب العالمين خلالنا الريزيجوال كاباسيتي، ليه رب العالمين خلى في اللونج جزء من الفوليوم ما بيطلع؟ اول معلومه عرفناها وبصمناها ومسترناها اللي هي معلومه ايش؟ ويتس، اللي هي بريفنت الكولابس اوف ذا لونج، انا ما بدي اللونج يصير كولابس ماشي، اتفقنا هاي المعلومه؟ اوكي والله خليني اروح اشرب مي واجي لان حاسه صوتي راح. اوكي يلا نكمل. شوفوا هلا احنا تخيلوا معي اللانج زي الكونتينر يا جماعه، اوكي رح نخيل لكم هذا اللانج، اوكي اللانج فيها جزء ثابت، تعرفوا الكاسات هاي الكاسات اللي بيكون لها دبل فيس، هاي اللي بيكون لها جزء ثابت ما بيتحرك، اوكي حفظوها زي هذا المبدا، يعني في جزء زي هيك خلص هذا الجزء ثابت ما بيطلع، وفي عندي جزء لا هو اللي بيطلع وبيتحرك وبيجي وبينزل وبيروح، حلو يا جماعه؟ طيب ماشي، هذه هي كانت فائدتها الاساسيه حكينا البريفنت كولابس اوف اللانج ماشي. طيب الان في شغلتين مهمات، شوف انا بدي افرجيكم شغله قلت لها قلت لكم اياها المره الماضيه رح ارجع اعيد لكم اياها هلا.
هاي الالفيولاي، ماشي؟ طيب الالفيولاي شوفي حواليها، قلنا بتذكر قلت لكم يا انها مغموسه في الدم، في حواليها البلاد، صح ولا انا غلطانه؟ طيب ماشي، يا رب اني اكون صح. أوكي. شوفوا نورمالي احنا شو قلنا؟ قلنا بيجي الهواء، هذا الهواء بيجي من الهواء، والله بالله هي معلومه مهمه. انا مش عارفه كيف فجاه الرواق نزل علي، الله يعينكم علي. يلا اجل اير يا جماعه، الاير معه اكسجين، هسه الجسم شو بيعمل؟ بيعطي الاكسجين للبلد وبياخذ منه سي او 2. اوكي ماشي يا جماعه، هذا النورمال فيسيولوجيكال الاشي اللي بده يصير بهذا الموضوع بالالفيولاي. حلو. طيب الان ليه رب العالمين خلانا الريزيجوال كاباسيتي موجوده؟ اول سبب يا جماعه شوفوا، الهارت نورمالي الهارت ريت قديش؟ تقريبا من 60 ل 100، ماشي. طيب الريسبيراتوري ريت نورمالي قديش؟ تقريبا من 12 ل 16. يعني شو يعني هذا الكلام؟ هلا راح احكي لكم. هسه يا جماعه سبحان الله، احنا 6 مينت 6 بيتس بير مينت، شوفوا هان 16، يعني الالفيولاي بوصلها من الهارت في الدقيقة الواحدة 16 بيت بير مينت، كل دقيقة اتليست، يعني انا افترض ان انا اخذت رقم 60، بوصلها في الدقيقة 60 مرة من الهارت، 60 ضربة من الهارت بوصلها دم، بينما بيوصلها من الهواء من 12 ل 16% فقط، فقط ها ركزوا، فقط بير مينت. مش احنا بنتنفس من 12 16 مرة في الدقيقة، بينما الهارت 60 مرة في الدقيقة بيبعث للالفيولاي. طيب الان اللي بيجي من البلاد، اوكي اللي بيجي من البلاد في وقت الريسبيراتوري ريت شغال، فات الاكسجين وطلع، فات الاكسجين وطلع السي او 2، خلص اموره تمام. طيب بواقي ال 60 اللي ما لحقت الريسبيريشن، اللي ما لحقت 12 16 مرة في الدقيقة، من وين تجيب او 2؟ بتجيبها من الريزيجوال كاباسيتي. فشوف سبحان الله، مش احنا كمان عندي انا انسبيراتوري اكسبيراتوري بوز، مش في عندي انا جزء لحظه من اللحظات الرئه ما بيوصلها ولا اي هواء من برا؟ طيب هاي اللحظه، هاي اللحظه، هاي البوز، من وين البلد باخذ الاكسجين؟ ياخذه من الريزيجوال فوليوم. هون بحكي لنا يا جماعه it provides the air in alveoli between breathing، في الوقت اللي الرئه ما فيها هواء فيها ريزيجوال فوليوم يعوض النقص اللي موجود، ماشي؟ طيب تخيلوا يا جماعه معاي انه شوفوا، شوفوا يعني شوفوا عظمه الخالق، سبحان الذي خلق فابدع، ظلك يحكي سبحان الله، ما يعني ما توقف. شوفوا تخيلوا معي انه الهواء بيجي بجيب السي او 2، الاو 2 بصبه في الدم باخذ سي او 2 وبيطلع، وبعدين بفوت وحده ثانيه بتحط سي او 2 وبتطلع. تخيلوا كميه العجقه، او مثلا يعني كيف انت مثلا عندك كونتينر وتصير تكب تكب وتسحب تكب وتسحب تكب وتسحب. طيب بهاي الحاله شو رح يصير؟ هذا رح يصير لو كان ما في عندي ريزيجوال فوليوم، رح يصير في عندي ماركت تشينج في الاو 2، ماركت تشينج في السي او 2، يعني فجاه ما انه الهواء هسه فات، ففجاه السي او 2 بيرتفع، وبلازمها البي او 2 بقل، السي او البي او 2 سوري خليني اركز معكم. يلا تخيلوا انه ما في عنده ريزيجوال كاباسيتي، يعني اللي بده يفوت ها فات وبده يطلع، فجاه بتلاقي الجسم الاو 2 فيه زاد وفجاه السي او 2 قل. تخيلوا هذا الموضوع، هذا هو اللي بنسميه لما يكون في عنده ريزيجوال كاباسيتي، لا الهواء اللي بيجي بيختلط مع الهواء اللي اصلا موجود حتى يقدر في النهايه يوصل للبلد وياخذ منه سي او 2 ويعطيه الاو 2. فمشان هيك الريزيجوال كاباسيتي ات بريفنت ماركت تشينج ان بي او 2 ام بي سي او 2، ماشي يا جماعه؟ طيب تمام التمام. طيب هل هذا معناه انه مشان هاي الوظائف لازم يكون زايد عن حجمه؟ يعني مش كل إشي زي ما بقولوا له حجمه، ما تكبر واحد عليك وما تصغره، تمام؟ طب احكي لنا سبحان الله، شوفوا الريزيجوال كاباسيتي، الريزيجوال كاباسيتي مقارنه بالتوتال فوليوم لازم تكون اقل من 30%، حلو؟ اذا لازم يكون الريزيجوال فوليوم سوري اقل من 30%، حلو؟ فهاي يعني هاي المعلومه شو بتهمني؟ بتهمني اذا بلش يزيد عن ال 30%، اذا بلش الريزيجوال فوليوم يصير اكثر من 30%، في هاي الحاله هذا الشيء راح يكون عباره عن انكريز. وين بيصير؟ بيصير بشيء بنسميه obstructive lung disease. هلا ليتر اون راح بحكي لكم شو يعني obstructive lung disease وليه
ليه؟ في حالات الاوبستركتيف لانج ديزيز بصير في عندهم زياده في الريزيجوال فوليوم. ما تنسى الاوبستركتيف لانج ديزيز رح يصير في عندهم زياده في الريزيجوال فوليوم، ماشي يا جماعه؟ طيب الميديكال ليجل لقوا انه الريزيجوال فوليوم كمان لها ميديكال ليجل، ايش فائدتها؟ بتفيدني يا جماعه اني انا اعرف انه هل البيبي اللي انولد لي اللي انولد عندي هسه ومات، هل هو مات اصلا يعني انولد ميت ولا انولد عايش بعدين مات؟ على فكره هذا الموضوع كثير مهم. ليه؟ في كثير شغلات ممكن اول شيء مشان ما يعني اشياء القتل وما القتل وهي القصص، مثلا هل اول اخطاء طبيه، هل الطبيب عليه مشكله، الممرضه عليها مشكله، انت صار في شغله ثانيه امور بالدين. يعني مثلا تخيل انه واحده تكون متزوجه واحد غني وتحمل والزوج يموت، فالان البيبي هذا اذا انولد هو راح ياخذ كل ورثه ابوه، واذا مات اوكي ما يعني راح ياخذوا اهل الميت هم اللي راح ياخذوا الورثه. اوكي فبهمنا نعرف اذا الولد هل انولد ميت اصلا ولا انولد وحدا قتله. كيف بنعرفها؟ عن طريق الريزيجوال فوليوم. الريزيجوال فوليوم يا جماعه قلنا هو قديش؟ قلنا هو تقريبا 1200، صح؟ مش هذا الشيء اللي قلناه انه الفوليوم تاعه؟ قلت لكم لو قطعته اربن اربن اللانج قديش بضل فيها؟ بضل فيها 150. هاي 150 شو سميناها؟ سميناها مينيمال اير. حلو؟ فشو الفكره؟ سبحان الله، ايش الفكره؟ احنا قلنا البيبي اول ما ينولد شو بيكون؟ اللانج كولابس. اذا البيبي انولد ميت، ها انولد ميت، فهي اللانج تبعته لسه ما تعبت اصلا بالريزيجوال فوليوم، في هاي الحاله تغطس لجوه قطعه اللنج. ولكن لو البيبي انولد عايش وبعدين مات ليتر اون، لا راح تطفو لفوق بسبب وجود المينيمم اير اللي هو نسبته 150. مين يحكي لي 150 مل المره الماضيه وين سمعناها بالمحاضره الماضيه؟ برافو عليكم، سمعناها بالديد اير سبيس. ديد اير سبيس قيمتها 150 مل. ماشي يا حلوين؟ طيب تمام التمام. سو هاي اول وحده معانا بالنسبه للريزيجوال فوليوم ستاتيك فانكشنال فانكشن، اوكي، اوف لانج فانكشن. ماشي، هاي اول وحده معانا خلصناها. طيب الشغله الثانيه رح نحكي عنها شيء بنسميه توتال لانج كاباسيتي. التوتال لانج كاباسيتي قلنا هو الاير اللي موجود افتر فول انسبيريشن او ماكسيمم انسبيريشن، صح؟ او اللي هي عباره عن فايتال كاباسيتي زائد الريزيجوال فوليوم. حلو؟ طيب او شو تعريفها الثاني؟ جمع كل الفوليوم الاربعه فوليوم مع بعضهم. ماشي؟ طيب هلا التوتال لانج كاباسيتي ايش بتهمني يا جماعه؟ ايش اهميتها؟ بتهمني الامبورتنس تاعتها في الريستريكتيف لانج ديزيز، وليتر اون راح احكي لكم ليش، بس هاي معلومه مهمه نكون حافظينها هلا. طيب اخر شغله بدنا نحكي عنها بالنسبه للستاتيك اللي هي الفايتال كاباسيتي. فايتال كاباسيتي اللي هي شو يا جماعه؟ قلت لكم فايتال كاباسيتي هي بتعكس انه كل الجسم شغال لخدمه هاي الكاباسيتي، اوكي؟ سو ايش الامبورتنس تاعتها؟ هي فائدتها انها اتس ويل انديكيت السترينث اوف ريسبيراتوري ماسلز واللانج الاستيسيتي، وراح احكي لكم كمان انها بتبين لي انه هل الهارت شغال ولا لا، اند سو اون، كل الاشياء اللي بجسمنا شغاله، ماشي؟ طيب هسا الفايتال كاباسيتي يا جماعه نورمالي راح تكون مره زايده ومره قاله، وفينا باثولوجيكال كوزز بتقلل لي الفسيولوجي، بتقلل لي الفايتال كاباسيتي. شوفوا هاي كلمه فايتال قلت لكم، شوفوا تشست وول راح يساعد فيها، اللانج راح تساعد، الهارت راح تساعد، وكمان شيء ايش؟ الانترا ابدومينال ماسز كمان راح تاثر على الفايتال كاباسيتي، ماشي؟ طيب كيف بالله الرسمه؟ بالله عليكم انا فنانه، حد يحكي لي مش فنانة، أوكي؟ ديروا بالكم حد يحكي لي إني مش فنانة أو إني ما بعرف أرسم، ديروا بالكم يا جماعة مني. طيب ماشي. أوكي. يلا. هلا شوفوا حكينا vital capacity it will reflect a strength of respiratory muscles ولانج elasticity. طيب متى بتكون هاي vital capacity زايدة؟ رح تكون زايدة يا جماعة physiologically مع الأثليتس. ليه؟ لأنه قلت لكم هي بتعكس قوة العضلات، طب جماعة الأثليتس عندهم العضلات very strong. طيب متى بتكون قلة؟ بتكون قلة عندنا احنا الفيميل، والله احنا مسكينات، الله يعني الله يسامحنا. المهم الفيميل بتكون نورمالي عندهم الفايتال كاباسيتي غير مثلا بتاعت الميل، كمان عند الاولد ايج، لانه سبحان الله كل ما بنكبر بتقل العضلات تاعتنا، كمان في حاله الريكومبيننت بوزيشن. تخيلوا والله كيف بالله هذا المتمدد. ليه يا جماعه؟ لانه انت لما بتتمدد سبحان الله الفيزرال اورجن كل الاشياء بتصير تضغط على الديافرام، بس يرتفع الديافرام بقلل قدرتك على ايش؟ على الفول انسبيريشن تاعت هذا البيشنت، فبالتالي الفايتال كاباسيتي رح تقل. والبريجنانسي، البريجنانسي من نفس المبدا، لانه ايش حكينا؟ بصير عندي بيبي، البيبي بصير يضغط لي على الديافرام فبيمنع لي الفول انسبيريشن. حلو؟ طيب
الان بالنسبه للباثولوجيكال كوزز، ايش الشيء ممكن يعمل لي باثولوجيكال ديكريز في الفايتال كاباسيتي؟ اي مشكله في هذه الاماكن الاربعه. شو يعني؟ يعني تشيست وول ديزيز اللي انا راح نحكي عنهم، باراليسيز للمسلز، فراكتشر، كايفوسيز اند سو اون، راح تعمل لي باثولوجيكال فايتال كاباسيتي. احفظ الصوره، بتطلع كل المعلومات اللي راح نقراها كمان شوي. كمان لانج ديزيز، سواء كانت ريستركتيف لانج ديزيز، اوبستركتيف لانج ديزيز، كله راح ياثر على الفايتال كاباسيتي. طيب في حاله الهارت فيلر يا جماعه، هسه مش احنا عارفين الهارت فيلر، الهارت بياخذ الدم من البالمونري، صح؟ من البالمونري فين، مش هذا الشيء اللي بنعرفه؟ طيب لما يكون في عندنا ليفت سايد هارت فيلر، يعني الدم ما بيطلع عن طريق الاورطه للجسم، حلو؟ طيب هسه ما انه ما طلع عن طريق الاورطه للجسم، وين راح يتراكم؟ راح يتراكم في الفنتريكل، بعدها راح يروح للاتريوم، بعدها وين راح يروح؟ لللنج. بس يوصل لللنج شو راح يعمل لي؟ راح يعمل لي بالمونري كونجستشن، راح يصير يضغط على اللنج من برا، اوكي؟ سوري، يضغط على اللنج نفسها، لانه صار في عندي بالمونري كونجستشن، فبهي الحاله شو راح يصير؟ راح يصير انه اللنج مش قادره انها تعمل فول انسبيريشن وفول اكسبيريشن. اتفقنا؟ ماشي، تمام. او اي انترا ابدومينال ماسس، تخيل انه في عندي انا هيباتوميجالي، فهي بتضغط لفوق تمنع الانسبيريشن، او كمان سبلينوميجالي، او اي ماسس موجوده، اي شيء ممكن يعمل لي هذا الشيء، ممكن يدخل البيشنت في باثولوجيكال ديكريز بالفايتال كاباسيتيز. اوكي؟ طيب يلا شوفوا، رح نرجع هلأ على السلايد ونقرأ الأشياء بتفاصيلها. الريزيجوال فوليوم حكينا إنه أوكي ويكس، يلا خربيش ترتيب ما شاء الله. يلا الريزيجوال فوليوم قلنا اللي ما بيطلع لي أنا بدخل له عن طريق الهيليوم ديليوشن ميثود، حكينا C1V1 بتساوي C2V2، V2 مكون من V1 وإيش اللي قلنا الريزيجوال فوليوم. هلا حكينا إنه الإشي اللي بيهمني أكون عارفته إنه كل الأرقام معي قيمتها بضل عندي، بس الريزيجوال فوليوم إني لازم أطلعها. الهيليوم شو صفاته؟ يعتبر inert gas not diffused the blood from alveoli plus not produced and utilized by the cell. حلو؟ شو بدك تحكي للبيشنت؟ إذا أنت بدك تفحص الريزيجوال فوليوم تطلب إنه يعمل لك forced expiration، أوكي؟ وبعدين بتخليه ياخذ تقريباً 6 breathing per time بس مشان تحسب انت الحركات هاي. طيب لو بدك تحسب الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي شو راح تطلب له؟ راح تطلب منه يعمل نورمال اكسبيريشن. حلو يا حلوين؟ طيب ماشي. الامبورتنس، يلا اول حاجه بروفايد اير تو الفيولاي تو اوكسجينيت بلاد بتوين ذا بريث، فهمنا هاي المعلومه. بريفنت الكولابس اوف ذا لانج، بريفنت ماركت تشينج في البي في البي او 2 والبي سي او 2 في البلاد وذ ايتش ريسبيريشن، وكمان هاي فهمناها. شغله كمان مهمه هاي صراحه نسيت اكتب لكم اياها، انه بريفنت مارك ستيت اوف انسباير تمبرتشر اند هيوميديتي. يعني تخيل انت وانت بتاخذ هذا الاير فجاه فات دخل وهو بارد، راح يجمد لي المكان، يعني ممكن ما لحق الكوندكتيف زون اللي حكينا عنه المره الماضيه انه يبرده. لا، بهاي الحاله بلاقيه على الوجه بس يفوت الهواء الريزيجوال فوليوم. الريزيجوال فوليوم تمبرتشر تاعته شو راح تكون؟ التمبرتشر تاعت الجسم، ماشي؟ فرح اذا انه هو بارد تحميه، واذا انه حامي تبرده. اوكي ماشي. نورمالي لازم يكون اقل من 30%. متى بتزيد؟ بتزيد اللي فيه حالات الاوبستراكتيف لانج ديزيز، اللي هم مين؟ اللي هم الازمه والانفيزيما، ماشي؟ جماعه الازمه والانفيزيما بصير في شيء بنسميه insufficient expiration، رح احكي لكم عنه كمان شوي، ما تخافوا من هاي المعلومه. طيب ماشي، هذا الشيء يا جماعه بتهمني في الدياجنوسز والبروجنوسز في الديزيز، هذا الشيء رح تدرسوه، بس تدرسوا محاضرات ال شو اسمه هذول الباثو، لما تدرسوا عن الازمه والانفيزيما رح تعرف انه انا ابى اشخصهم عن طريق هذول التستات، ماشي؟ طيب هلا رح نحكي شوي عنهم. الميديكال ليجال امبورتنس بهاي الحاله حكيت لكم اياها، اذا الهاي طفت على السطح معناها كان فيها اير، فهي ضل فيها المينيمم اير، هي المينيمم اير اللي هو قديش؟ 150 مل، بينما اذا وقعت لتحت هذا معناها ايش؟ انه 400. هون الدكتوره بريكورد السنه الماضيه حكت شوي تفاصيل عن الازمه، حكت شوي تفاصيل عن الانفيزيما، سريعا لاني بعرف انكم رح تاخذوا التفاصيل. نورمال يا جماعه جسمنا ايش اللي بصير؟ الجسم بصير انه بيدخل عليه انتيجين، هذا الانتيجين ممكن يكون اي شيء بالحياه، ممكن يكون الكولد اير، ممكن يكون داست، بولين اند سو اون. المهم تلقى الخلايا اللي هي خلايا المناعه اللي احنا بنعرفها، فبطلع لي في النهايه بنهايه الطريق اكتيفيتد للسل. هلا البي سل شو رح يطلع لنا؟ رح يطلع لي الاميو الانتي بوديز اللي بخص الالرجي اللي هو شو اسمه؟ اي جي اي، اوكي؟ وبتنتهي العمليه. هذا الموضوع بصير ايش؟ بصير باول مره يتعرض فيها الشخص، اتفقنا؟ ماشي، طيب تمام. هسا ليتر اون الان الجسم صار في عنده اي جي اي جاهز بالجسم، مجهز حاله يتعرض لاي شيء. ليتر اون نفرض انك تعرضت لنفس الانتيجين مره ثانيه، فبهاي الحاله شو رح يصير في عندي؟ رح يصير في عندي شيء بسميه
antigen antibody reaction. هذا الانتيجين اللي فات ماشي رح يجي يرتبط في ايش؟ الاي جي اي. الاي جي اي بتروح تمسكه بتقول له يلا انا وياك على الام تاعتنا اللي هي الماست سيل. ماست سيل بصير الان الهوشه حواليها، فهي بتقول خلص حلو عني مشان الله. وشو اللي رح يصير؟ رح تنفجر الماست سيل. اوكي شوفوا، اذا الان الماست سيل انفجرت نتيجه المعركه اللي صارت لها. هسه بس تنفجر الماست سيل، الماست سيلز نفسها يعني عادي خليه من خلايا جسمنا ما بتخوفني. لو انفجرت شو اللي بخاف منه؟ بخاف من الميدياتر اللي جواتها. اوكي فهي جواتها ايش؟ جواتها زي هيستامين، سبستنس بي، ليكوتريين. هذول شو بيعملوا لنا يا جماعه؟ هذول اللي راح يعملوا لنا الاتاك تاعت الازمه. فبدخلوا هذول، شوفوا بدخلوا البيشنت، شوفوا اكتيفيشن اوف ميدييتر، بتطلع الهيستامين الليكوتريين والسايتوكاينز بكل النهايه. في النهايه رح يصير عندي از هايبر رياكتيف ريسبونس اللي هو البرونكوسبازم، ايديما واير واي اوبستراكشن، فبيجيك البيشنت بالاعراض تاعت الازمه. اتفقنا يا جماعه؟ طيب بس اعرفوا لي هاي الشغلات اللي الدكتوره حكتهم. حلو، الان الإشي اللي بدي تعرفه، اللهم صل على سيدنا محمد. دائما يا جماعه هذا سؤال بتحبه الدكتوره، وصراحه شفتها كثير مهتمه فيه فمشان هيك كتبته، انه الاتاك تاعت الازمه بتجي كيم ليت تايم اند ايرلي مورنينج. يعني ليه مريض الازمه بيحكي لك دكتور انا بتشيط علي الكف اول النهار واخر النهار؟ ليه؟ هاي بيكوز ذا هاي تون of parasympathetic in this time. حلو؟ طيب الباراسمباثيك شو بتعمل؟ الباراسمباثيك على اللنج زي كلنا بنعرف، الباراسمباثيك هي باوقات الراحه، يعني انه انت مش بحتاج اللنج بكميه كبيره، فمشان هيك بتعمل لنا برونكو طبعا انا كاتبتها برونكو دايلاتيشن، نو الباراسمباثيك بتعمل لنا برونكو كونستريكشن، سوري ظبطت لكم اياها كونستريكشن. إذا الباراسمباثيك رح تعمل لنا برونكو كونستريكشن، رح يصير عندي زياده في السكريشن بلس فازو دايلتيشن للبلمونري فيزلز. بس اعملي فازو دايلتيشن للبلمونري فيزلز يعني قل عندي عمليه ال شو اسمه الفنتيليشن اللي صارت ماشي. فمشان هيك هذول البيشنت بدخلوا بحاله الازمه موستلي ليت تايم اند ايرلي مورنينج اوف ذا داي. اتفقنا يا جماعه؟ فهاي هي اول شيء ايش؟ الازمه. يا جماعه الازمه هي تعتبر من الاوبستراكتيف لانج ديزيز. شوفوا كيف الاوبستراكتيف لانج ديزيز بتكون عندهم مشكله في الباث واي اوف اير ماشي. شوفوا هسه اللنج تكون امورها تمام، هاي مهم المعلومه افهمها، ركز معي. اللنج الان امورها تمام فل الفل ولا فيها اي شيء، حلو عادي. اللنج نفسها اللنج بارينكيما تمام، اللهم الاوبستراكشن وين موجود؟ موجود في الاير واي باسج. حلو، الاير واي باسج هي اللي فيها الاوبستراكشن. حلو يا جماعه؟ طيب تمام تمام هلا رح احكي لكم ايش الفكره. الانفيزيما، الانفيزيما هي عباره عن ديجنريتيف ديزيز في الالاستيك تيشو اوف ذا لانج. هذول يا جماعه شوفوا نورمالي انت عندك الالفيولاي عامله زي هيك، هذول البيشنت شو بده يصير في عندهم؟ قلنا اوبستراكتيف لانج ديزيز، يعني المشكله رح تكون بالاير واي. فمن الجزء الاير واي اللي هي ايش؟ الالفيولاي. هذول الالفيولاي بتفتح زي هيك بتصير كلها فتحه بعض، ديجنريتيف ديزيز للالاستيك اوف ذا لانج. ايش الموست كومن كوز؟ اللي هي السيجرت سموكينج. السيجرت سموكينج كيف تعمل عندي الانفيزيما؟ بشغلتين، اول حاجه بتزيد لي الاليفيولار ماكروفيج اللي بتصير تطلع ميدييتور تنادي الوايت بي سيز، خصوصا النيوتروفيل اللي بتطلع لي الالاستيز. هسا الالاستيز شو بروح بيعمل لي؟ بصير يكسر لي في الالاستيك فايبر اللي موجوده في اللنج. هاي اول طريقه. الطريقه الثانيه اللي هي ايش؟ انكريز الاكسجين راديكال. هسا الاكسجين راديكال شو بتعمل؟ بتعمل عندي انهبت لشيء بنسميه الفا 1 انتي تريبسن. ايش هو الالفا 1 انتي تريبسن يا جماعه؟ هو عباره عن انزيم يوقف الالاستيز، يعني نورمالي جسمنا فيه الالاستيز حلو، بس ايش هذا الالاستيز موقف عن طريق الالفا 1 انتي تريبسن. طيب اذا هذا الالفا 1 انتي تريبسن كمان وقفته الاليفيولار السموكينج عن طريق الاكسجين راديكال، فهذا البيشنت راح يتعرض في النهايه للتيشو دامج، فالبيشنت راح يصير عندهم الاليفيولاي كلياتها هيك متوسعه ماشي. طيب ليه حطيتها ضمن الاوبستراكتيف لانج ديزيز؟ لانه زي ما قلنا الديفكت وين موجود؟ الديفكت موجود بالاير واي. يعني شو؟ يعني يا جماعه شوفوا لما اقول لك المشكله بالاير واي، هسه شوفوا انا في عندي حركتين، في عندي انا انسبيريشن في عندي اكسبيريشن. هسه الانسبيريشن احنا بناخذه بنوسع اللانج، فاللانج بصير لها ديستنشن. هلا في عندي انا مشكله بهاي الحاله؟ ما في عندي مشكله، اموري تمام عادي بعمل ديستنشن. بينما الاكسبيراتوري، الاكسبيراتوري الاير من وين راح يطلع؟ الاير راح يطلع عن طريق الاير واي. اتفقنا؟ ماشي. هسا الاير واي صار فيه اوبستراكشن،
صار فيه مشكله الاير واي، فمشان هيك هذول البيشنت الانسبيريشن عادي بيكون تمام عادي بيقدر ياخذ انسبيريشن، بس الاكسبيريشن بيكون ديفيكلت. فمشان هيك كتبنا هون انه بيكون في عندهم insufficient expiration. فمشان هيك بما انه بياخد هواء بس ما بيطلعوا كله، شو مال الريزيجوال فوليوم؟ رح يكون عندهم الريزيجوال فوليوم هاي، وهاي المعلومه اللي لازم نفهمها. ماشي يا جماعه؟ طيب بالنسبه للتوتال لان كاباسيتيز قلنا يلا الديفينيشن هو فوليوم اوف اير بريزنت اف ذا اند اوف ماكس انسبيريشن. كيف بنحسبها؟ يا اما اني انا بحسب الفوليوم الاربعه مع بعضهم، او بحسب الفايتال كاباسيتي مع الريزيجوال فوليوم. نورمالي اللي هو حكينا 5800 بالحسابات. ايش الفائده تبعت التوتال لان كاباسيتي؟ قلنا اهميتها بالريستركتيف لانج ديزيز. ماشي؟ اتس ديزيز انترفير وذ لانج ديستنشن النيموثوركس، زي مأمثلة عليها الريستركتيف لانج ديزيز زي النيموثوركس او البلمونري كونجستشن او الفايبروسس. شوفوا فمشان هيك التوتال لانج كاباسيتي رح تقل، ها تقل مع هذول الاشخاص. شوفوا يا جماعه انا قلت لكم الاوبستراكتيف لانج ديزيز مالهم بتكون عندي انا الديستنشن تمام عادي، يعني عمليه الانسبيريشن ما فيها اي مشكله. حلو؟ طيب بينما المشكله الاساسيه يا جماعه الخير بتكون عندهم في عمليه الاكسبيريشن، ما بيقدر يطلع الهواء، فمشان هيك بيكون عندهم هاي ريزيجوال فوليوم. الريزيجوال فوليوم تاعهم بيكون عالي، ليه؟ لانه مش قادر يطلع الهواء. حتى تيبيكال فيتشر للبيشنت تاعون ال شو اسمه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الازمه مثلا كيف يتنفس الازمه؟ الازمه بياخذ نفسه بس بيطلعه يا دوب يقدر يطلع منه شيء. اوكي؟ طيب بينما الريستريكتيف لانج ديزيز لا، المشكله من الاساس في اللانج. شو يعني المشكله من الاساس في اللانج؟ يا جماعه من الاساس هي مش قادره تاخذ جود انسبيريشن، يعني من الاساس هي مش قادره تعبي هواء كويس. تمام؟ فمشان هيك هذول البيشنت بيكون في عندهم ايش؟ التوتال لانج كاباسيتي بتقل لانه قلت كل الاشياء قلت. ماشي. فايتال كاباسيتيز، يلا فايتال كاباسيتي الاماونت اوف اير اكسبايرد ماكسيمالي افتر ا ماكسيمم اكسبيريشن. حلو، كيف بنحسبها؟ عادي بالسبايروميتر بنقدر نحسبها. حلو، كيف هذول عباره عن التايدل فوليوم والاكسبيراتوري والانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. حكينا مع ايش بتزيد ومع ايش بتقل. نورمالي بتزيد مع الاثليت، ديكريز بتقل مع الفيميل اولد بريجننسي بريكامبيننت بوزيشن. ليه؟ لانه صار في عندي زياده في اول حاجه ريتيرن اوف مور بلاد تو ذا لانج، واهم شيء انه صار في عندي ايش؟ انترفير وذ ذا براجماتيك موفمنت. حلو، بالنسبه للباثولوجيكال كيسز تذكروا الرسمه هاي، خيالها في دماغك واحكي كل الشغلات. شوفوا هذول الاشياء يلا، يا اما تشست وول ديزيز زي ايش؟ باراليسيز للريسبيراتوري ماسلز او ميستينا جريفيس. حلو، او فراكشر اوف روب وكيفوسيس، اي شيء ممكن يعمل لي ليميتنج في تشست وول. حلو، لانج ديزيز يا اما ديكريز بالكومبلينس، قلنا هاي ديكريز بالكومبلينس يعني الرئه مش قادره. شو سميناها؟ سميناها ريستريكتيف لانج ديزيز. حلو، ستريتش ابيليتيز از زي فايبروسيس بوست تي بي، فايبروسيس زي بوست تي بي، هايدروثوركس او نيموثوركس، اي شيء ممكن ياثر لي على الحركه بتاعت اللانج من الاساس الديستنشن. ماشي، هذا الشيء شو بيعمل يا جماعه؟ بيدخل البيشنت بعمليه ايش؟ بيدخلها بزياده بالفايتال كاباسيتيز. اوكي، اما الديكريز بالالاستيسيتي زي في حالات الاوبستراكتيف لانج ديزيز زي الامفيزيما مثلا، اوبستراكتيف كونديشن لايك برونكيال ازما ريزيستنس تو اير فلو مينلي ديورينج الاكسبيريشن. وفهمنا هاي الجمله واتفقنا عليها، خلص ما في داعي يعني الاوفر الموضوع. طيب هاي بالنسبه لللانج. بالنسبه للهارت، انه اذا صار في زياده في البلاد فلو تو ذا هارت او بلاد فوليوم اوف ذا لانج في حالات الليفت سايدد هارت فيلير. حلو، اخر حاجه بريفنت ايش حكينا؟ اوف انترا ابدومينال ماسز، presence of intra-abdominal masses زي tumor ولا ascites so prevented descent of the diaphragm. ماشي يا جماعة؟ وقلنا إيش السيجنيفيكانس تاعت الـ vital capacity بـ strength of respiratory muscles and the lung elasticity. ماشي يا جماعة؟ طيب تمام التمام. أوكي، هلا رح نحكي عن الموضوع الثاني بالنسبة للـ pulmonary function test اللي هو بخص مين؟ بخص الدايناميك تايبس منها. مينها الدايناميكس؟ فمعناها إيش؟ it's related to the time. شوفوا هم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس عبارات لازم تكتبهم جنب بعض. انا كتبتهم جنب بعض يا جماعه مش مشان اشي، بس لانه هم عباره عن عمليات حسابيه لازم تخليهم في دماغك جنب بعض مشان تحفظهم هم جنب بعض. ماشي يا جماعه؟ طيب هلا شوفوا هاي الورقه اللي انا كتبتها لكم، لازم بس نخلص ان شاء الله المحاضره نقعد عليها ونحفظهم كلمه كلمه.
ماشي، بس هم جنب بعض. طيب اول شيء رح نحكي عنه اللي هو ايش بنسميه ريسبيراتوري مينت فوليوم. الريسبيراتوري مينت فوليوم اهم معلومه صراحه بتهمني اكون عارفه انه له اسم ثاني بنسميه احنا بالمونري فنتليشن، عشان تقدر تحل اسئله جايتون. يلا بالمونري فنتليشن، هاي اول شيء بدي اعرفها، هو عباره عن الفوليوم اوف اير ريسبيرد باي 1 مينت، اللي هو عباره عن شو، كيف بحسبه هذا، هذا مهم. بحسبه الريسبيراتوري ريت ضرب التايدل فوليوم، ماشي؟ يعني باختصار هذا قديش انا الريسبيراتوري ريت قديش حكينا، بدنا نعتبرها 12 حلو، ضرب التايدل فوليوم، التايدل فوليوم قديش؟ التايدل فوليوم هو 500، اوكي؟ تطلع معانا لو حولناها، حولنا التايدل فوليوم ل 0.5 يعني حولته لليتر، تطلع معي تقريبا 6 لتر، تقريبا 6 لتر بير مينت، ماشي؟ هذا هو الريسبيراتوري مينت فنتليشن، يعني باختصار الهواء اللي انت بتتنفسه في الدقيقه، انت بفوتها في الدقيقه على يور لانج 6 لتر بير مينت، ماشي؟ طيب هل كل ال 6 لتر احنا بنستخدمهم؟ بنستخدمهم في عمليه الاليفيولار فنتليشن؟ لا، فمشان هيك لازم اعرف المصطلح المعادله الثانيه، شيء اسمه effective فنتليشن فوليوم. effective فنتليشن فوليوم له اسم ثاني اسمه alveolar فنتليشن، يعني هذا من الريسبيراتوري مينت فنتليشن، ايش الشيء اللي حقيقي هو قاعد بيصير له، ايش حكينا غاز اكسشينج، ماشي؟ ايش هو؟ نفس التعريف يا جماعه، بس بحكي الريسبيراتوري ريت ضرب التايدل فوليوم، بس بنقص منها الهواء اللي راح في الديد سبيس، حلو؟ يعني تذكروا المره الماضيه لما حكينا عن الديد سبيس، فيعني الريسبيراتوري فوليوم اللي هو تقريبا 12 بجي ضاربتها في التايدل فوليوم اللي هو اتفقنا 0.5 لتر ناقص ايش شو اسمه الديد سبيس. تذكروا الديد سبيس قديش حكينا؟ الديد سبيس، الديد سبيس المره الماضيه قلنا انه هو تقريبا 150، صح؟ مش هذا اللي حكينا؟ طيب طب نطرحها منه، اوكي ويت خليني ارجع. طيب تخيلوا معي عادي انه التايدل فوليوم هو 500 نقصوا منها ال 150، حلو، فبالتالي 12 ضرب 350 عادي، 350 هلا حولوها لللتر اللي هي تقريبا بقسم على 1000، يعني هاي هي هذا معنى اني حولها لللتر، يعني اكيد بتعرفوا 12 ضرب 0.35 فبيطلع لي بالنهايه 4.2 لتر بير مينت. شو معنى هذا الكلام؟ هذا معناها انه يا جماعه انت بتاخذ في الدقيقه 6 لتر، حلو؟ اللي بيعمل فنتليشن في الالفيولاي 4.2 لتر، ماشي يا جماعه؟ اوكي اتفقنا هاي الشغله؟ شوفوا هون يلا داينامكس حكينا ريسبيراتوري مينت فوليوم او اسمها الثاني بالمونري فنتليشن او المينت فنتليشن، ما في سؤال ار اس بالامتحان ما بيجيك يحسب لي ريسبيراتوري مينت فنتليشن فوليوم اوف اير ار ريسبايرد بير مينت اللي تنفسه في الدقيقه، طيب الفوليوم ضرب الريسبيراتوري ريت وبس وخلصنا. طيب ديد سبيس بس نذكركم فيه سريعا، المره الماضيه شرحناه بتفاصيله، اللي ما بيعرف الديد سبيس يرجع المحاضره الماضيه يدرسها من البدايه. ديد سبيس هو عباره عن فوليوم اوف اير بس ما بيصير له جاز اكستريم، صح؟ حكينا فينا تو تايبس، فينا اناتوميكال فينا الفيولار. الاناتوميكالز اللي هو موجود بالكوندكتيف زون اللي بينتهي بالتيرمينال برونكيول، يا عيني عليكم، لانه ثيك وول. الالفيولار اللي هو نورمال قديش يكون؟ صفر. هذا قديش نورمال يكون؟ 150. فيسيولوجيكال حاصل جمعهما نورمال ايش بيكون؟ 150، ماشي يا جماعه؟ طيب اوكي ماشي تمام التمام، اللهم صل على سيدنا محمد. اوكي هلا هون بحكي لنا انسبيريشن ثرو تيوبس اتس انكريزد سبيس، يعني ببساطه البيشنت لما بيكون بياخذ انسبيريشن من تيوب ماشي، فهو زي كانك انت بتزيد له الديد سبيس، بس هاي معنى المعلومه يعني مش مهمه اصلا يعني. significant of dead space، significant dead space عادي كلياتنا عارفين البروتكتيف فانكشنز تاعته، حكينا بريفنت الماركت بي او 2 بي سي او 2 نفس فكره ايش؟ برافو عليكم، نفس الفكره تاعت الريزجوال فوليوم، الثنتين بيشتغلوا بهاي الشغله الديد سبيس والريزجوال فوليوم. كمان حكيناها المره الماضيه بريفنت ماركت تشينج في الانسبايرد اير تمبرتشر والهيوميديتي، والاهم ان انا الشيء اللي حكيناه اللي هو الديفرنسز بين الريسبيراتوري مينت فنتليشن والافكتيف فنتليشن فوليوم. فحكينا الافكتيف فنتليشن فوليوم او اسمه الثاني لاليفيولار فنتليشن دوره الاساسي اكون عارف انه هو عباره عادي عن الريسبيراتوري ريت ضرب التايدل فوليوم، ولكن بطرح منه ايش؟ الديد سبيس، ماشي يا جماعه؟ طيب تمام تمام اوكي، هيك احنا خلصنا الجزء الثاني من العمليات الحسابيه. هلا في عندي يا جماعه شيء بسميه انا ماكسيمم بريثنج كاباسيتي، بدي افرجيكم اياه على فيديو. هو عباره، شوفوا عباره عن ايش؟ هو عباره انه انا بدي احسب قديش هذا البيشنت عنده ريزيرف من الاير، يعني قديش قدرته انه يعني احتياط التنفس عند هذا الشخص. كيف بنعمله؟ بنعمله اني انا بحسب الماكسيمم فوليوم اوف اير ذات كان انسباير اور اكسباير يوزنج ا ديبست اند فاستست ريسبيراتوري موفمنت. ويت خليني اجيب الفيديو،
يعني هو بالاساس بيعتمد على الريسبيراتوري ماسلز باور. ثواني بس. اوكي يلا نشوف شو بنعمل عند البيشنت هذول الجميع تبعين الماكسيمم فولنتري فنتيليشن. شوفوا انا قدامي جهاز اوكي ومركبه على البيشنت انبوب. There هلا is absolutely no value put before the space bar is. ويت شايفين الجهاز؟ هذا هو الجهاز. انا مركبيته على البيشنت، هلا شو بس ابلش انا احسب للبيشنت، بحكي لها تنفسي بسرعه ديبست اند شو اسمها؟ يعني باسرع باسرع ديبست اند فاستست، كلمه اسرع اختفت. ديبست اند فاستست بريثنج. شوف هلا شو رح تعمل البيشنت. Technician emphatically شايفين كيف تنفس encourages بسرعه maximum وبس. effort. شايفين الاشي هاد؟ بس هذا هو effort and cooperation. There is بس absolutely بحكي no value to the task unless the technician بسرعة. emphatically. طبعا الان في الاشي اللي لازم اعرفه عن هاي الطريقه، اول حاجه لازم اعرفها اوكي مالك يلا. طيب ليش اللي بعرفه انه بخلي البيشنت يعمل هذا الاشي لقديش؟ ل 15 ثانيه بس، وبعدين بضربه في اربعه مشان يطلع لي ال 1 مينت. يعني شايفين الاشي اللي سويناه عند البيشنت؟ بخليها بس تعمل لمده 15 ثانيه، وبعدين عاد الرقم اللي طلع معي او الاحتياط تاع النفس اللي طلع معي الرقم على الجهاز بجي ضاربته في اربعه مشان اعرف انه هذا احتياط النفس عند هذا البيشنت في الدقيقه. حلو؟ طب دكتوره ليش ما خليتها يعني تعمل الدقيقه كامله؟ ليه ما خليتها الدقيقه كامله وهي بتعمل ديبست وفاستست ريسبيرتوري موفمنت؟ في هاي الحاله يا جماعه نوت فور 1 مينت، هذا السؤال ركزت عليه الدكتوره كثير. نوت فور مينت ليه؟ لانه الرابيد شالو بريثنج اللي هو الديبست والفاستست شو بيعمل لنا؟ بيعمل لنا ووشنج للسي او 2. طيب السي او 2 احنا بالدم بنعاملها على معامله الاسيد، فبالتالي تخيل انك قاعد بتكب السي او 2 برا، هاي الحاله بتخلي البيشنت يدخل بالكالوسيس. ايش اللي بخوف من حاله الكالوسيس؟ انه يدخل البيشنت بشيء اسمه تيتاني، التيتاني رح ينتهي بالنهايه بلارينجو سبازم اند ديث. تخيل انت تذبح المريض بس لانك ما بتعرف هاي المعلومه تبعت الماكسيم بريثنج كاباسيتي. هلا نورمالي هي بتكون بتختلف بين الميل والفيميل، الميل بتكون تقريبا من 80 ل 160 والفيميل تقريبا بتكون من 60 ل 120. هلا احنا بحساباتنا دائما بنعتبرها على اساس 100، بناخذ الافرج تاعها. ماشي يا جماعه؟ طيب هلا ايش بتهمني هاي الماكسيمم فوليوم اير؟ بتهمني في حساب شغلتين، في عندي شيء بنسميه احنا البريثنج ريزيرف، وبتهمني بشيء بنسميه احنا الديسبنيك اندكس. البريثنج ريزيرف اللي هو معناها احتياط التنفس، هو ناتج طرح ايش؟ ناتج طرح الماكسيمم بريثنج كاباسيتي من ايش؟ من اللهم صل على سيدنا محمد الريزيجوال مينت فنتليشن. حلو؟ اذا ناتج طرح هذا اللي هو البريثنج كاباسيتي قديش قلنا؟ هو 100 صح؟ ماشي. طيب المينت ريسبيراتوري فنتليشن قديش كان؟ كان حسبناها هيو 6 لتر، فهو 100 ناقص 6 قديش بتساوي؟ نورمالي عند البيشنت بتساوي 94 لتر. ماشي يا جماعه؟ هذا بنسميه احنا البريثنج ريزيرف. اوكي؟ الله بيعينكم عليهم، هذول بدهم حفظوا شوي. طيب الديسنيك اندكس ايش هي؟ الديسنيك اندكس يا جماعه هي عباره عن البرسنتج بتوين البريثنج ريزيرف هذا اللي حسبناه هلا على ايش؟ الماكسيمم بريثنج كاباسيتي. ماشي؟ اللي هي 100. يعني هاي البريثنج ريزيرف اللي حسبناه هنا اوكي بجي قاسمته، هو الديسنيك اندكس هو يعتبر برسنتج، بجي قاسمي انا البريثنج ريزيرف اللي انا حسبته اللي هو 90 94 على الماكسيمم بريثنج كاباسيتي اللي اتفقنا هو 100 وبضربه ب 100%. ماشي؟ فبيطلع لي بالنهايه. هلا نورمالي 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 لازم يكون الديسنيك اندكس اكثر من 90. حلو؟ اذا كان اقل من 70 معناها البيشنت ديسنيا. شو يعني ديسنيا؟ معناها difficult and awareness of breathing. يعني هسا انت وانت بتتنفس انت مش حاسس حالك بتتنفس، مجرد ما تبلش تحس انك بتتنفس هاي معناها انك بلشت تدخل بتسمية. اوكي؟ صعوبة في النفس. ماشي يا جماعة؟ طيب تمام تمام اوكي. اخر اشي بالنسبة للدايناميك بالمونري فانكشن تيست اشي بنسميه timed vital capacity. طيب بدي واحد ذكي الان يرجع يحكي لي شو يعني vital capacity. الفايتال capacity هو الاير اللي بيطلع اوكي الماكسيمم اير اكسبيريشن افتر ماكسيمم انسبيريشن. صح؟ ماشي. قلت لكم يا جماعه لما اقول لك دايناميك اتس ريليتد ذا تايم وانا بتعامل مع الموضوع في الثواني. شو يا جماعه؟ في عندنا شيء بنسميه التايم فايتال كاباسيتي، ان انا بدي اشوف قديش الاكسبيراتوري فوليوم في اول ثانيه من كل الفايتال كاباسيتي اللي انا اخذته. ها شوفوا نورمالي احنا لما بتاخذ انت النفس اوكي ديب انسبيريشن وبعدين
full expiration. هذا هو vital capacity. أنا بطلب البيشنت ياخذ خلي يلا خذ deep inspiration. هاي أنت أخذت inspired reserve volume، أخذت معك tidal volume وقلت لك يلا اعملي full expiration. هيك أنا بعمل vital capacity. طيب أول إشي بعمله إن أنا بعمل full expiration صح؟ ال first expiratory volume في أول ثانية لازم جسمنا الطبيعي ها الطبيعي في أول ثانية من عملية ال expiration يطلع أكثر من 83% من الاير اللي تنفسه. هذا الاشي بأول ثانية. تخيل يا جماعة ال forced expiratory volume لازم في أول ثانية. شوفوا هون بفرجيكم إياها. هاي شوفوا هانا يا جماعة شوفوا. هسا انت تخيل انه هذا الاير اللي انت قاعد تطلعه بدك تعمل له بنعمل له هذا الاير ايش expiration. هسا قلنا total vital capacity او forced vital capacity ايش هي فكرتها؟ فكرتها انه انا بدي اعمل فوق شو اسمه هذولا ماكسيمم اكسبايريشن ماكسيمم اكسبايريشن افتر ايش ماكسيمم انسبايريشن صح؟ مش هذا الشيء اللي احنا بنعرفه بالنسبه للفيرست فايتال كاباسيتي. طيب الان بالنسبه للاكسبايريشن طيب لازم بالفيرست اكسبايريشن فوليوم في اول ثانيه في اول ثانيه لازم يطلع يا جماعه عندي اكثر من 83% ماشي. لازم يكون عندي اكثر من 83% سيرفايتال كاباسيتي هو تقريبا بيكون 5 لتر هو كانه بيكون 4800 4600 ارجعوا احسبوها بالارقام اللي فوق. بس نورمالي احنا بناخذ هذول بدي اطلع انا لازم 4 لتر من ال 5 لتر اللي اخذتهم اطلعهم باول ثانيه في اول ثانيه ماشي يا جماعه. لازم هذا الشيء اللي احنا بنسميه تايمد شو اسمه ويتس اوكي تايمد فايتال كاباسيتي تمام. هلا نورمالي هاي العملية بتنتهي تقريبا من 4 إلى 6 ثواني بتنتهي العملية يعني خلال 4 إلى 6 ثواني بتكون انت طلعت كل الفايتال كاباسيتي اللي عندك. بس بقول لك خلال اول ثانية انت بتكون طلعت 83% خلال 3 ثواني لازم تكون طلعت 97% وخلص من 4 إلى 6 ثواني بتكون انت طلعت كل الفايتال كاباسيتي اللي انت حسبتها ماشي. هذا الاشي بيهمني بايش؟ بيهمني بالاوبستركتيف لانج ديزيز. حلو طيب لان احنا لازم نكون عارفين ايش الاشياء اللي بتمني الاوبستركتيف لانج ديزيز وايش الاشياء اللي بتمني وين بالريستركتيف لانج ديزيز. لازم اكون عارفه هذول الشغلات انا باصمهم. اوبستركتيف لانج ديزيز بتهمني موضوع الريزيدوال فوليوم هاي شغله وبتهمني الشغله الثانيه بالايش بالتايم فايتال كاباسيتي. هلا يا جماعه بدي اقنعكم بموضوع الاوبستركتيف والريستركتيف لانج ديزيز وكيف هذا الموضوع بده يصير. شوفوا يا جماعه انا اتفقت معكم على شغله صح؟ ايش هي؟ بدي واحد يحكي لي اياها. انا لما قلت عن الاوبستركتيف قلت لكم المشكله وين موجوده؟ المشكله موجوده في الاير باسج يعني من عند الاير واي باسج لما يوصل للالفيولاي تمام ماشي يا جماعه. طيب قلت هذول البيشنت اللنج تاعتهم عادي تاخذ هواء يعني البارينكما تاعت اللنج شغاله الديستنشن تاع اللنج شغال صح يا جماعه. طيب ولكن المشكله كانت وين؟ كانت المشكله بالاكسبايريشن يعني حتى مرضى الازمه هيك بياخذوا نفس بياخذوا عادي بياخذوا انسبايراتوري بقوه بس لما بيطلعوه يا دوب بيقدروا يطلعوه. هذا هو الشيء ليه؟ لانه الديفكت الاساسي باسمه اوبستركتيف يعني الهواء بفوت بس بواجه صعوبه لما يطلع. يعني شو؟ يعني انا بقول لك هان بالنسبه للاكسبايراتوري فورس اكسبايراتوري فوليوم بقول لك طلع لي 80% في اول ثانيه. شو يطلع لك مريض الازمه ولا مريض الانفيزيما شو يطلع لك في اول ثانيه؟ ما هو اصلا يا دوب بده يطلعها بعد ثواني. فمشان هيك هذول البيشنت يا جماعه رح يقل عندهم الفورس اكسبايراتوري فوليوم. طيب الفايتال كاباسيتي نفسها شو رح يصير فيها؟ شوفوا الفايتال كاباسيتي هلا البيشنت احنا قلنا فايتال كاباسيتي هي فول اكسبايريشن بعد فول انسبايريشن حلو. هسه هي قلت لانه الفول اكسبايريشن قل ولكن في عندها شويه يعني عندها شويه من الانسبايريشن. فمشان هيك هذول البيشنت لما بعمل لهم الريشيو هاي تبعت التايمد فايتال كاباسيتي شو راح يكون؟ راح يكون الفايتال الاكسبايراتوري الفورست اكسبايراتوري فوليوم فيري لو لانه قلت لكم شو يطلع مريض الازمه حلو. الفايتال كاباسيتي قلنا قلت ولكن ما هيك يعني ستيل في عندها إشي منه يعني إيش هم منه. فمشان هيك لما يكون المقام قل شو معنى الريشيو؟ معناها الريشيو راح تقل حلو. طيب انا موافقه معك لحد هاي اللحظه ماشي. الهواء يا جماعه هي فات مش طالع اذا شو اللي راح يزيد؟ راح يزيد عند الريزيدوال فوليوم ولكن التوتال لانج كاباسيتي راح تكون نورمال. ليه يا جماعه؟ لان سبحان الله النقص اللي صار بالفايتال كاباسيتي راح يعوضه زياده في الريزيدوال كاباسيتي فبالتالي هاي راح تكون نورمال. حكت الدكتوره سؤال بالمحاضره بتكون دكتور
يعني مع احترامي لكل غبي اذا جاب بيشنت وانت عارف انه اوبستركتيف لانج ديزيز وطلبت له التوتال لانج كاباسيتي، ما هي راح تطلع نورمال، شو بتستفيد منها؟ حلو؟ طيب ماشي. بينما يا جماعه بالنسبه لمرضى الريستريكتيف لانج ديزيز، مرضى الريستريكتيف لانج ديزيز كانت المشكله وين؟ في البارينكيما نفسها، اللانج مش قادر تعمل ديستنشن. طب الاكسبيريشن، الاكسبيريشن كويس بس اصلا ما فات هواء بكميه كافيه مشان يطلع، فالهواء اللي بفوت بيطلع، فمشان هيك شوفوا الفايتال كاباسيتي قلت، بس كمان قل معاها الفورس اكسبيراتوري فوليوم بنفس الكميه لانه اللي فات طلع، فمشان هيك هذول البيشنت بما انه قل بنفس النسبه المحصلة النهائية شو رح تكون؟ رح تكون عندهم نورمال. هدول البيشنت وين مشكلتهم الأساسية؟ رح تكون عندهم التوتال لانج كاباسيتي رح تقل عندهم. ماشي؟ فمشان هيك حكينا إنه التوتال لانج كاباسيتيز بتهمني الإمبورتنس تاعيتها وين؟ بالريستريكتيف لانج ديزيز. بينما مثلا الريزيجوال كاباسيتي وين كانت الإمبورتنس تاعيتها؟ كان بتهمني في الأوبستركتيف لانج ديزيز. والتايم فايتال كاباسيتي بإيش أهميتها؟ بتهمني بالأوبستركتيف لانج ديزيز. ماشي؟ طيب تمام تمام. أوكي. نجي هون اخر حاجه كنا بنحكي فيها البريثنج ريزيرف، حكينا هو الديفرنسز ما بين الام بي سي والار ام في. الام بي سي هي الماكسيمم ريزيوال كاباسيتيز، والار ام في اللي هي الريسبيراتوري مينت فنتيليشن. اما الديسنيك اندكس هي الفرق ما بين البريث ريزيرف والماكسيمم بريثنج كاباسيتيز، وزي ما قلنا نورمالي تكون اكثر من 90، اقل من 90 بتفكر بدسنيه. ودسنيه شو معناها؟ معناها difficult breathing with awareness. اوكي طيب اوكي، هون الـ time vital capacity هي fraction of vital capacity expired maximally and rapidly في the first second، لازم يكون أكثر من 83%، في 3 second وصل تقريبا 97%. got test for airway resistance so it's helpful with obstruction lung disease، فبتهمني بالـ diagnosis والـ prognosis تاعت الأزمة والإمفيزيما. ماشي. فلو الـ obstructive lung disease حكينا بيكون في عندهم، شوفوا هاي الـ vital capacity قلت وهنا الـ vital capacity قلت. عادي لانه قلنا الفايتال كاباسيتي هي ناتج جمع الثلاث مجاميع اللي هي الانسبيراتوري والاكسبيراتوري والتايدل فوليوم تاع الريزيرف فوليوم. المهم هل بالنسبه للفوليوم دائما افهمها جماعه الاوبستركتيف شو بده يطلع باول ثانيه، فمشان هيك الاكسبيراتوري فوليوم اول ثانيه قل، هون ديكريز ولكن بنفس الكميه، هون قلت عندي نهائيا هون ضلت عندي نورمال. ماشي؟ ليه؟ لانهم ايكوالي يقلوا مع بعضهم. هلا تي ال سي قلنا هي بتكون نورمال لانه الريزيوال فوليوم زاد، بينما هون تي ال سي بتقل، وهذا اللي بتهمني هنا، هاي بتهمني هنا. دائما احنا هذول البيشنت كلهم ريستكتيف لانج ديزيز، بستخدم انا الريشيو هاي از افولو. ماشي يا جماعه؟ طيب هون حطيت لكم مجموعه اسئله، انا لما كنت مخططه احل جزء معكم، جزء يعني منهم معكم، بس بدي اخليكم انتم تحلوهم وتبعثوا لي الاجوبه. اوكي؟ ابعثوا لي الاجوبه على الصفحه اللي بعثت لكم اياها اللي هي لميديكا فيسيولوجي اند فارماكولوجي، ابعثوا لي الاجابات عليها خلينا نشوفها عشان نشوف اذا في اي ديفكت معين نطلع نحلهم مع بعض او اشرح لك الموضوع زي ما بتحب. اوكي يا جماعه، بس ما تنسى ما تنسى ما تنسى انه المينت فنتيليشن او الافكتيف فوليوم، افكتيف فنتيليشن فوليوم اسمه الثاني الفيولار فنتيليشن، ما تنسى هاي المعلومه مهمه. وكمان ما تنسى انه الريسبيراتوري مينت فوليوم اسمه الثاني بالمونري فنتيليشن. حلو يا جماعه؟ طيب اي هوب المحاضره ان شاء الله تكون سهله عليكم. اي سؤال او استفسار تقدر تواصلوا معي، يعطيكم الف عافيه.